شكرا للزميل أحمد فؤاد، وشكرا لنجوم التحليل الكابتن خالد ديبو، الكابتن خالد ديومي، والكابتن نبيل معلول. مشاهدينا الكرام، متابعينا متابعي قنوات الجزيرة الرياضية، أهلا بكم وسهلا، وموعد جديد مع كرة القدم الأفريقية. النادي الأهلي ورحلة البحث عن اللقب رقم 8 في تاريخ القلعة الحمراء، سيد أفريقيا، نعم هو نادي القرن في القارة الأفريقية للقرن الماضي، وحتى الآن هو الأفضل في القرن الجديد. النادي الأهلي في لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس. النادي الأهلي يلعب النهائي رقم 10 على مدار تاريخه، فاز باللقب 7 مرات من قبل، خسر البطولة مرتين، بينما فريق أورلاندو يلعب النهائي لثاني مرة في تاريخه بعدما كان حاملا لللقب من 18 سنة تحديدا في عام 95 عندما فاز على أسك الإيفواري. النادي الأهلي ودعوات الجميع له بالتوفيق من خلال هذا اللقاء، والأعلام العربية في المدرجات الحمراء، جماهير الأهلي والجماهير المغربية الشقيقة، وكل الدول العربية وكل من هو عربي، سواء عرب أفريقيا عرب آسيا، كل الوطن العربي يقف إلى جانب الفرق العربية عموما، ما بالك بالنادي الأهلي بجماهيريته بقيمته بتاريخه بقدراته. يبحث النادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر عموما، الأهلي خصوصا، في أن يجد ويبحث لنفسه عن مكانته الطبيعية ليتبوأ دائما مقعده في المقدمة وينتصر لكرة القدم المصرية، لا بل لكرة القدم العربية دائما وأبدا باستمرار. النادي الأهلي يلعب مع فريق أورلاندو الذي واجهه في مرحلة المجموعات، خسر الأهلي أمام الفريق الجنوب أفريقي 3-0 في مصر، وتعادل بدون أهداف هنا في جوهانسبرغ من قبل. إذن هي المواجهة الثالثة هذا الموسم للفريقين. مشاهدينا الكرام، كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ذهابا، ويؤكد هذا الانتصار والنتيجة الإيجابية إن شاء الله إيابا في لقاء العودة باستاد المقاولون العرب. مشاهدينا الكرام، تحياتي من أورلاندو ستاديوم بسويتو بحضور 25,000 متفرج. النادي الأهلي يقص شريط مباراة الذهاب لنهائي أفريقيا، النهائي العاشر في تاريخ القلعة الحمراء. الأهلي كالعادة بالأحمر إلى يسار السادة المشاهدين، بينما فريق أورلاندو باللون الأسود إلى اليمين. الأهلي تعادل مع هذا الفريق على هذا الملعب بدون أهداف، وبالتالي اللقاء الأهلي له تجربة سابقة نعتبرها ناجحة تماما، لأنه لم يخسر بل تعادل مع فريق قوي، فريق محترم. الأهلي يلعب لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى شريف إكرامي، خط الظهر شريف عبد الفضيل، وائل جمعة، محمد نجيب، سيد معوض، خط الوسط حسام عاشور وأحمد فتحي، أمامهم محمد أبو تريكة، عبد الله السعيد، وليد سليمان، رأس الحربة هو أحمد عبد الظاهر. بينما فريق أورلاندو يلعب بحارس المرمى ميويا، في خط الظهر مها موتسا وجيلي وجاكابا وماتلابا، في نص الملعب في مانيسا وجالي وكلاتي وسيغوليلا، في الأمام باسيلا وميني. فريق كبير، فريق محترم، يمتلك أدوات جيدة، ولكن يواجه أقوى فرق القارة على مر التاريخ بشكل عام وفي المرحلة الأخيرة بشكل خاص. فالأهلي هي سادس أو هو سادس نهائي له في آخر 8 أو 9 سنوات، إذن إنجاز كبير وثقة كبيرة وخبرات كبيرة لنجوم النادي الأهلي اللي هم دائما عماد كرة القدم المصرية، سواء مع المنتخبات أو في رفع الراية المصرية باستمرار. بداية اللعب أكيد أصحاب الأرض عايزين يحققوا أفضل نتيجة وأكثر أهداف. النادي الأهلي يهمه حاجتين، أكيد يهمه جدا إن ما يجيش فيه أهداف، وأهلا وسهلا بخطف هدف، وخطف هدف تعني الكثير في لقاءات الذهاب والإياب. قبل أن أخوض في تفاصيل أكتر وأكتر، هقول لكم على حاجة جميلة جدا جدا. ال7 بطولات اللي الأهلي فاز بيهم في هذه البطولة لم يخسر في النهائيات ولا مباراة، تعادل وفاز، تعادل وفاز، تعادل وفاز، ولم يخسر ولا مرة سواء على ملعبه أو خارج ملعبه. حتى عندما تعادل على ملعبه مع الترجي فاز خارج ملعبه على الترجي في تونس البطولة الأخيرة، وعندما تعادل مع صفاقسي جاء أبو تريكة ليفوز هناك. من البداية بداية قوية معنويا، هذه البداية ممتازة. فالأهلي يبدأ بضغط من الأمام، يبدأ برغبة هجومية، ويقنع
نفسه والمنافس والجماهير أنه جاء لينتصر، لم يأتي الأهلي ليحافظ على شباكه، ولم يكون هذا هو الهدف الأسمى. هذه البداية هي في منتهى الأهمية نفسيا وتتأثر أكيد فنيا. شريف إكرامي رقم 8 أمام حضراتكم ماتلابا، تابو ماتلابا 26 سنة، واحد من اللاعبين المهمين واحد المحاور المهمة في أداء الفريق خاصة الهجومي. معاه كلاتي رقم 7 واحد من اللاعبين المميزين في التحول بالدفاع للهجوم، بينما عندنا نجم القارة الأفريقية اللي نيجيريا دعته ورئيس نيجيريا سيستقبله أبو تريكا أسطورة كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، حاضر بمشيئة الله في اللقاء بمعية زملائه وما أكثر قدراتهم وخبرتهم. النهاردة محمد يوسف المدير الفني حط أحمد في نص الملعب، أحمد فتحي خلى شريف عبد الفضيل ظهير أيمن، فريق على طول أورلاندو، ولكن طاقم تحكيم بقيادة أفضل حكم في أفريقيا العام الماضي هو الجزائري جمال حيمودي، كان أدار مباراة الأهلي والزمالك لمن يتذكر التعادل 1-1 عندما سجل أحمد جعفر وتعادل أبو تريكا، وكان سجل لقاء الذهاب في نهائي أفريقيا العام الماضي عندما تعادل الأهلي مع الترجي 1-1، تقدم الترجي وتعادل السيد حمدي في الوقت القاتل، كان هو نفس الحكم جمال حيمودي الحكم الجزائري الكبير. نتمنى له إن شاء الله التوفيق، وإن كانت هناك أخطاء فنتمنى ونأمل أن تكون قليلة جدا. شريف عبد الفضيل كرة عرضية، الأهلي يلعب وكأنه في استاد القاهرة وكأنه في استاد الكلية الحربية وكأنه في استاد الجزيرة، مع كل الاحترام والتقدير للجونة وملعب الجونة ومسؤولي نادي الجونة، فالملعب استهلك استهلاك كبير، ولكن الأهلي يلعب وكأنه في استاد القاهرة. فين أيام استاد القاهرة والكلية الحربية؟ تعود بمشيئة الله هذه الأيام الجميلة والحضور الجماهير الكبير، لتعود البسمة والابتسامة لمصرنا الجميلة العزيزة. وليد سليمان سعل بالكرة المصرية الجديد وسعل بالنادي الأهلي، الحديث تاريخيا عن الثعالب، يقولون حمادة أمام هو سعل بمصر مع الزمالك، يقولون أن زيزو عبد العزيز عبد الشافي هو سعل بمصر مع النادي الأهلي، الثعلب الجديد هو وليد سليمان بقدراته بمهاراته بذكائه بقدرته الكبيرة على تغيير مكانه في وقت قليل جدا وزمن قليل، وقادر على خطف القلوب والأنظار وخطف الأهداف وزيارة دائما للشباك. بداية قوية وائل جمعة النجم الكبير، إن شاء الله تكون فترة ممتازة بإذن الله، ويختم النادي الأهلي مشواره الأفريقي ليكون حاضرا في المغرب الشقيق بإذن الله في كأس العالم للأندية. بداية اللعب الأهلي في نص الملعب ضاغط كويس، انتشاره كويس، البداية معنويا كويسة. لن أتحدث عن أرقام ولا تاريخ، سنعيش اللقاء لحظة بلحظة إلى أن تأتي الفرصة لهذه الأمور. كلاتي لعب خط الوسط يعود للخلف، منه إلى جالي لعب الارتكاز رقم 15، لعيب مهم جدا جدا جدا، ينطلق القائد والكابتن جيلي من أقصى اليمين، مهاراتهم عالية طبعا، حريفة طبعا، لعيبة طبعا، كرة عرضية خطيرة وراية مرفوعة طبعا طبعا طبعا. برافو عبد الحق الجالي الحكم المساعد، بل هو رضوان عشيق الحكم المساعد الثاني المغربي. وادي شريف إكرامي ما شافش الراية وهو مرفوعة، بيقول للحكم إنها أوفسايد، هي فعلا أوفسايد من البداية. جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تستضيف كأس العالم، أدي الأوفسايد واضح تماما، شريف إكرامي محضر نفسه تمام، الحمد لله إن الأمور دي مرت بدون إصابات، الحمد لله إنها مرت بدون إصابات، لأن دي لعبات بيحدث فيها إصابات في احتكاكات في ضربة في زقة. محمد يوسف 43 سنة مدرب النادي الأهلي، بينما روجير ديسا المدرب الفرنسي 49 سنة يقود فريق ومنتخب جنوب فريق أورلاندو. روجير ديسا جنوب أفريقي بالمناسبة، درب الفريق من سبتمبر 2012، يعني 49 سنة، أكبر من محمد يوسف بستة سنوات. بداية اللعب تاني من جديد، عندهم رتم سريع لأن مهاراتهم حلوة، والملعب جميل وعريض، الملعب جميل وعريض، الملعب عريض بالفعل. أوفسايد تاني من جديد، عايز النادي الأهلي يدينا الشجاعة ويدينا الثقة ويحسسنا أنه فعلا هيكسب، لكن يكون حذر حذر، لأن أنا شايف في الموقف كده 2-2 ورا، الموقف كده 2-2 في لعبة زي دي خطر جدا جدا جدا. خلي بالكو سيجوليلا، مشيدي سيجوليلا
25 سنة انطلق ليكون رأس حربة، هو محسوب على الورق لاعب خط وسط. شريف إكرامي إصابة لشريف في لقاء غانا، خروج ونزول أحمد الشناوي، عودة شريف في لقاء القطن الكاميروني، تألقه وإبداعه في ضربات الجزاء وركلات الترجيح ليفوز النادي الأهلي على القطن الكاميروني في نصف النهائي بعد 1-1 رايح 1-1 جاي. نعم أضاع أبو تريكة ركلة جزاء هناك في ركلات الترجيح في القائم، ولكن في النهاية فاز النادي الأهلي ووصل إلى مكانه الطبيعي في النهائي الأفريقي الكبير. رمي التماس للنادي الأهلي، أحمد عبد الظاهر رأس الحربة، شريف عبد الفضيل جبهة اليمين شغالة كويس قوي، وأحمد فتحي في العمق مع حسام عاشور. ضغط النادي الأهلي بخمس لاعبين زي ما حضراتكم شايفين، وجاي أحمد فتحي ورا بقية المجموعة. ثقة كبيرة جدا في أداء النادي الأهلي من البداية، وما فعل وما قدمه حسام البدري مع النادي الأهلي العام الماضي هناك مع الترجي في تونس بحضرة المدرب القدير بن قوسين وزميلنا العزيز طبعا وصديقنا الصدوق نبيل معلول، قدم الأهلي واحدة من أجمل مبارياته على مدار تاريخه وفاز باللقب عن جدارة. والآن الأهلي خارج ملعبه في ظل الظروف الصعبة، نعم 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 يواجه صعوبات كبيرة، ومع ذلك يبدأ بداية إن شاء الله قوية للنهاية. كرة طويلة أمامية، ضغط قوي محمد نجيب، ضغطين تاني من جديد، يا سلام يا أحمد يا فتحي، يعود في الوقت المناسب ومنه بهدوء من جديد إلى عبد الله السعيد، والحكم يوقف اللعب. حيمودي حكم اللقاء، حكم الجزائري، حكم عنده 43 سنة، حكم دولي من 9 سنوات، بينما محمد يوسف اللي بدأ كرأس حربة ثم لاعب وسط ثم مدافع، محمد يوسف اللي تولى المهمة خلفا لحسام البدري، محمد يوسف اللي عمل مساعدا مع مانويل جوزيه وحسام البدري، محمد يوسف الذي أصبح مديرا فنيا للنادي الأهلي، هو الذي بدأ مشواره دائما وأبدا تاريخيا كلاعب في النادي الأهلي، لعب في تركيا وعاد كلاعب إلى إنبي من بوابة المدرب الزملكاوي الشهير وحد أفضل المدربين واللاعبين في تاريخ مصر طه بصري، هو اللي جابه لنادي إنبي، لما لا، فهو صاحب بصمة في تاريخ محمد يوسف طه بصري، لأن في كأس العالم في كندا، نعم في كندا في 87 كان حاضرا محمد يوسف في كأس العالم بالشبان مع طه بصري كمدرب، وطه بصري هو اللي رجعه من موقع رأس الحربة إلى لاعب الوسط إلى الخلف. دارت الأيام وأصبح مدرب، ودارت الأيام وأصبح على مقعد أفضل وأكثر وأهم رجل فني في تاريخ أكبر نادي في القارة السمراء النادي الأهلي. إن شاء الله يكون أهلي ليها، وصوله للنهائي في حد ذاته شيء عظيم يحسب لي ولجهازه الفني بالكامل، سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة وأحمد أيوب وعلي ماهر وطارق سليمان والجهاز الطبي والإداري، إن شاء الله يتوج كل هذا الجهد والثقة، الثقة التي أولاها إياه مجلس إدارة النادي الأهلي رغم الخسارة أمام هذا الفريق بالثلاثة في تاني مباراة بعد التعادل مع الزمالك، إلا أنه تماسك ووصل إلى ما يجب أن يكون عليه. يوفق إن شاء الله ويسعد جماهيره وجماهير مصر وجماهير الكرة العربية في كل مكان. من جديد أمي الحمد لله محمد نجيب، شريف عبد الفضيل إلى محمد أبو تريكة، أبو تريكة وش رجل الخارج العادل جميل، لكن هم قافلين كويس متمركزين كويس عايزين يكسبوا، لكن محترمين أيضا قدرات النادي الأهلي وخبراته. أدي وائل جمعة 38 سنة النجم الكبير، إلى محمد نجيب 29 سنة المدافع القوي، إلى وليد سليمان 29 سنة الثعلب الأهلاوي الجديد، ثم انطلاقا من خط وسط فريق أورلاندو بقيادة سجليلا ومهوتزا لعيب اللي كان سجل في مرمى الترجي هدف الواحد واحد، الهدف اللي أطاح بفريق الترجي وماهر الكنزاري مدرب الفريق ونجم كرة القدم التونسية السابق، كان هذا الفريق واللاعب رقم 24 مهوتزا هو صاحب هدف التعادل الذي أطاح بأحلام الترجي لبطولة أو لنهائي جديد كنا نتمناها أن تكون في نهائي عربي كما كان العام الماضي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ندعو للصفاقسي أمام مازيمبي في نهائي الاتحاد الأفريقي، كما ندعو للأهلي إن شاء الله في نهائي أبطال أفريقيا ليكون حاضرا في كأس العالم للأندية في المغرب. تغيير اتجاه اللعب، سلام على الصدر، كان الخطير يتقدم سيقولي لما أقول لحضراتكم لعيب 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 وليد سليمان، خلي بالك يا وليد أقوياء سريعين ولكن بهدوء، الله الله على الهدوء ده، بس خلاص يقتل الحماس ويقتل الرتم بباص صغير قصير لورا. حسام عاشور رمي التماس أحسن ما تتاخد وترجع هجمة، وبالتالي خطأ لصالح النادي الأهلي. بداية كويسة، بداية مبشرة، بداية مطمئنة،
13 دقيقة حتى الآن. الأهلي أمام فرق جنوب أفريقيا لعب 13 مواجهة، فاز في 7، تعادل في 4، خسر في 2. الاثنين اللي خسرهم الأهلي كانت أمام فريق أورلاندو في الذهاب هذا الموسم، والمرة الثانية كانت أمام فريق سوبر سبورت هنا في جنوب أفريقيا في 2011 في دور 32 في نفس البطولة عندما خسر 1-0. الأهلي لم يخسر هنا إلا مرة واحدة. ينطلق ويتقدم وضربة حرة من موقع عظيم. الله الله الله. عبد الله السعيد انتقادات كثيرة للنجم الموهوب، نجم اللي بيعتبر واحد من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية، انتقادات كثيرة لي لبطئه، لقلة نشاطه، لعدم تأثيره، ولكنه سجل هدف غالي بالرأس في مرمى القطن الكاميروني في عودة نصف نهائي هذه البطولة عندما تقدم بهدف قبل أن يتعادل القطن ويجهز عليه النادي الأهلي بركلات الترجيح. ضربة حرة أبو تريكة، والمنظر والله يذكرني بأوكلاند سيتي وكأس العالم للأندية في اليابان، نفس اللقطة نفس الإخراج، إن شاء الله يكون نفس الهدف في نفس المكان. أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية العربية الأفريقية. أبو تريكة الله عليك يا عم الناس، الله عليك يا عم الناس، يسعد كل الناس ويتقدم بقدم من ذهب بل من ماس. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. أبو تريكة يذكرنا بذكريات كأس العالم للأندية في اليابان ويتقدم بهدف قد يكون دائما وأبدا هو الأغلى في تاريخ كل مواجهات النادي الأهلي، محلية كانت أفريقية، داخل مصر أو خارج مصر. أبو تريكة الأسطورة يقدم هدف بأجمل صورة ومن أجمل كورة. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. يتقدم أبو تريكة بأول أهداف اللقاء، وقلت لحضراتكم سبحان الله اللقطة تذكرنا وتذكرني بلقطات أهدافه في كأس العالم للأندية عندما توج هدافا للبطولة وأنقذ سمعة الكرة العربية والأفريقية بحضور كبير وعظيم. الله الله الله. 1-0 للنادي الأهلي. أبو تريكة قبل أن نكمل الربع ساعة الأولى يتقدم بهدف. ماركة أبو تريكة هي قيمته، هي كفاءته، هي قدراته، هي إمكانياته، هي مهاراته. ربنا يحميه ويحافظ عليه. تاني من جديد شريف عبد الفضيل، طويلة على طول أمامية. الله الله الله. تاني على طول في نص ملعب حسام عاشور، ولكن ضربة حرة لصالح أورلاندو. 1-0 1-0. ادي ابو تريكة كاميرا معاه من قبل ما يلعب، الشوارع في الفندق في التدريب كل يتحدث عن ابو تريكة وقيمته وامكانياته الكبيره. نيجيريا بعتت للنجم الكبير ليحضر حفل خاص بمرضى السرطان والوقوف الى جانبهم. الرئيس النيجيري سيكون حاضرا. خلي بالك يا سيد، خلي بالك يا سيد. سيد معوض مغطي، وفي اللحظه الاخيره لقاها نزلت من فوق راس محمد نجيب، ولكن بخبرته برضه كان حاطط رجله، لكن الحمد لله ما قلشتش ودخلت في مرمى شريف اكرامي. الحمد لله. وبينه وبينكم خروج شريف كان هيحمي الكره لو في المرمى، لان خروج شريف قفل الزوايا سبحان الله بدون ما يقصد انها تكون عند سيد، هو طالع طلعه كده من البدايه، لكن ربنا كريم. ضربه ركنيه لصالح اورلاندو، فريق كبير فريق قوي فريق عنيد، فاز على الاهلي في مصر، تعادل مع الاهلي هنا، تعادل مع الترجي هنا، فاز على الزمالك بالأربعة، خسر من الزمالك بالاثنين، وفي النهاية وليد سليمان إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. 17 دقيقة، الراية مرفوعة باستمرار، الراية مرفوعة. رضوان عشيق المساعد المغربي، أدي لحظة خروج الكرة في خمسة في موقع التسلل، واللي استلمها ده تحديدا من ضمنهم بدليل الحكم فضل رافع الراية رغم إنها راحت ضربة ركنية، لكن هو فضل رافع رايته لان اللعبه من بدايتها كانت تسلل بالفعل. النادي الاهلي ان شاء الله ما ينكمش، ما يتراجعش، يلعب الاداء المتزن بتاع الثلث الاوسط الجميل. له يكون قريب قوي من شريف اكرامي، وله بعيد قوي عن مرمى اورلاندو، ويحرم فريق اورلاندو ان يوصل بسرعه اذا وصل الى منطقه الجزاء. تاني من جديد هابي جيلي يرجع ورا عند شكابا، الكره الطويله الاماميه، الجأوا للكرات الطويلة دايما. وائل جمعة تمركز كويس، خبرة كويسة، بيشتغل بكتير من القرارات ما بين تغطية تسلل، ما بين رقابة،
ما بين تقدير الكرة اللي طالعة أو اللي جاية، ما بين القيادة في التوجيهات، بقيمة وائل جمعة في هذا المركز على مر التاريخ. أعتقد مدافعين عظماء في تاريخ النادي الأهلي، إذا كان شادي محمد كقائد عظيم للنادي الأهلي في حصد البطولات ورفع الكؤوس، فيبقى وائل جمعة أعتقد أنه أفضل مدافع في تاريخ النادي الأهلي إن لم يكن في تاريخ مصر، هو وائل جمعة. حاول تاني من جديد، تحضير وتصويب، لكن شريف إكرامي بهدوء بثقة من لياندا باسيلا، 30 سنة لاعب سانتوس الجنوب أفريقي السابق والمهاجم الموهوب الفز. فين جنوب أفريقيا؟ فين 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 جنوب أفريقيا وإمكانياتهم وقدراتهم ولعبتهم ونجومهم الكبار؟ لم ولن ينسى دكتور كمالو. فاكرين دكتور كمالو؟ فاكرين مارك فيش؟ فاكرين شون بارتلت؟ فاكرين مكارثي؟ كل دول نجوم جنوب أفريقيا الكبار. هنا محاولات من جديد، يتقدم الأهلي، بدأ يعمل الزحمة والضغط والزيادة العددية، حكم اللقاء ممتاز، أبو تريكة يعدي ويمر، هجمة مرتدة للنادي الأهلي، وبدأ يطلق صافرته جمال حيمودي. يا حيمودي يا عظيم، الهجمة كانت لفريق أورلاندو ولعبهم واقع في الأرض وهم مشوها، يعني بص الهجمة كده وبقت معاهم ومشوها، لما رجعت للنادي وهو سقط على الأرض، لما رجعت للنادي الأهلي وراح يعمل هجمة مرتدة بانفراد من العمق، صفر على اعتبار نشوف اللاعب أخباره إيه. عموما طالما النتيجة 1-0 وانت مش خسران، القرارات اللي زي دي بتقبلها على مضض، لكن بتقبلها. لكن هو حكم نظيف نزيه محترم شاطر جاد، أخطأ حكام العالم كلها بتخطئ. تاني من جديد الضغط، أحمد عبد الظاهر بيقرب له أبو تريكا، الهدف اللي جاء برضو بيدي معنويات للكل، خاصة أبو تريكا النجم الكبير. والله الهدف اللي جاء دلوقتي إن شاء الله بمستقبل المباراة النهائية هيدي معنويات لبرادلي وزكي عبد الفتاح وضياء السيد، ما هم دول اللي فرحونا وهم دول اللي أسعدونا وهم دول اللي جمعوا لنا العلامة الكاملة والنقاط بالكامل في ظل ظروفنا الصعبة. ده احنا مش عارفين نتمرن، مش عارفين نلعب، ومع ذلك جابوا لنا النقاط الكاملة. كان في يوم أسود في تاريخ الكرة المصرية، الدي أوف كان حاضر أمام غانا فريق كبير ومحترم، لكن هذا لا يعني نهاية العالم. حتى لو خسرنا من جديد أو سقطنا أو لم نصل، هكذا كرة القدم. قلنا يا جماعة دخلنا على الألفية الجديدة وعايزين نتحرر من قيود وأفكار الماضي، بينما في الحاضر أبو تريكة يقدم أجمل لوحة وأجمل تابلوه يتمنى كل عاشق للكرة بشكل عام، للأهلي بشكل خاص. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بالمناسبة سيد عبد الحفيظ بيعتبر واحد من 11 لاعب في النادي الأهلي سجلوا أهداف في مرمى الفرق الجنوب أفريقية. سيد عبد الحفيظ سجل هدفين من 19 سجلهم الأهلي في كل الفرق الأفريقية، بينما الهداف الأول للأهلي في فرق جنوب أفريقيا أكيد بعد 14 سنة غابت البطولة هو اللي جابها، هو اللي في الاستوديو مع أحمد فؤاد، هو خالد بيبو. نعم بيبو 4 أهداف في مرمى الفرق الأفريقية، عماد متعب له 4 أهداف في الفرق الأفريقية، سيد عبد الحفيظ له هدفين، فلافيو له هدفين وهدف لكل من دومينيك أسامة حسني، محمد بركات اللي وحشنا بسرعة، شادي وحسام غالي وأحمد السيد وعصام الحضري. نعم عصام الحضري سجل في عام 2002 في فريق كايزر شيفس بنتيجة 4-1 في مباراة السوبر. إذن تفوق مصري كبير على فرق جنوب أفريقيا وأهلاوي خاص. من جديد أبو تريكة يصول ويقول أسجل للأهلي والمصري أجمل وأغلى جول في العصر الحديث في اللقطة الأخيرة. تاني على دائما هو رجل المواقف الصعبة والأهداف الحاسمة. بيبو محمود الخطيب الذي أكمل عامه 59 وكل الإعلام والرياضيين احتفلوا بعيد ميلاده، قال لك هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي هو أغلى الأهداف اللي عرفتها وشفتها في حياتي. اللي بيقول الكلام ده مين؟ ده أسطورة الكرة القدم المصرية الذي أكمل في 30 من أكتوبر الماضي، لسه من يومين عامه 59، فهو من مواليد 30 أكتوبر 54. بيبو الخطيب، بيبو كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، بينما خالد بيبو كان سجل هاتريك بل 4 أهداف في مرمى الفرق الجنوب أفريقية. كرة عرضية وضربة ركنية لصالح أورلاندو. محمد نجيب الهدف، بقول لحضراتكم اللي جاء يدي كل لاعب في النادي الأهلي ثقة
وطاقة تتخطى 30% عن اللي هو داخل بها المباراة. هي الكرة كده، سبحانك يا ربي. سيجوليلا يلعب الضربة ركنية، شريف إكرامي ربنا يوفقك يا شريف، ربنا يوفقك. سيجوليلا يلعب الضربة ركنية، اتعملت سريعة، برافو شريف إكرامي، ثقة، توقيت كويس، هدوء، مثلث الإجادة لحارس المرمى، المثلث الذهبي، الثقة، الهدوء، التركيز. رغم أنه كان بيعيش فترة توتر في الفترة الأخيرة، لكن الهدف ده يدي لكل تركيز. تاني على طول كلاتي، اللاعب الخطير، خطير، سيد معوض، سيد يا سيد، إلى رمية التماس، برافو سيد معوض، لأن دي لعبة صعب تطلعها رمية التماس. السهل توديها ضربة ركنية، لكن وديها رمية التماس دي حرفية كبيرة قوي قوي من سيد معوض. حاول التاني من جديد في نص الملعب بشكل كويس، معمولة مع موتسا، تاني أقصى اليمين، يا سلام يا سلام يا سلام، أدي الانضباط والالتزام اللي بنقول عليه. سيد معوض نص ملعب صغيرة ولكن أجمد من اللازم، تطلع على طول إلى رمية التماس. 34 سنة سيد معوض، ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب مصر. تاني من جديد حاولوا سيطروا، هم بيسيطروا، لكن الوصول للمرمى، نادي الأهلي بدأ يدافع من ورا شوية، وبعدين 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 ضغط واحد والتاني، برافو، خطوط قريبة، كومباكت جميل عمله النادي الأهلي. أدي على طول شريف عبد الفضيل، كرة الأمامية أحمد عبد الظاهر، دورك كبير يا أبو حميد، دورك كبير جدا جدا يا أبو حميد في ماتش زي ده. ووراك محمد أبو تريكة، وليد سليمان بيرجع، عبد الله السعيد بيرجع، أبو تريكة بيرجع شوية صغيرين، لتكون طريقة لعب النادي الأهلي هي 4-4-1-1 في كتير من الأحيان. تاني من جديد ميني، سيفينسيو ميني سجل هدف في مرمى الأهلي من الأهداف الثلاثة، لقاء الفوز في القاهرة، فريق كبير وفريق إمكانياته عالية جدا عالية جدا. تاني على طول في نص الملعب أبو تريكة، وليد سليمان لأبو تريكة، لوليد سليمان، يا جماله يا جماله يا جماله، بكعب رجله حطها له، مثلثات، مربعات، مستطيلات، ضاعت يا عبد الظاهر. الظاهر ان لازم عبد الظاهر يلعب اللعب السهل البسيط بعيدا عن الكعب ووش الرجل لغايه ما الامور تعدي على خير. تاني الخطير سيجوليلا، سيجوليلا كراته العرضيه ولكن مرت الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. الفوز على جنوب افريقيا واحراز طارق مصطفى نجم منتخب مصر ونادي الزمالك أحد أجمل الأهداف في تاريخ مسيرة مصر خلال مشوارها على مستوى المنتخبات تكتيكيا، ما بين حسام حسن وهاني رمزي وطارق سليمان، كانت واحدة من العلامات البارزة في تاريخ مواجهات مصر مع جنوب أفريقيا. فوز بهدفين، كان واحد للعميد أحمد حسن والتاني لطارق مصطفى، كان بالفعل يوم عظيم. نعود إن شاء الله وتزداد الأيام عظمة بيوم جديد في هذا اللقاء الكبير. محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ صاحب أحد أجمل أهداف البطولة أمام الترجي في بداية ومطلع الألفية الجديدة، كان سجل هدف عظيم من نص ملعب في مرمى الترجي في ذلك الوقت. تركيز وانتباه ومسؤولية كبيرة، انك تتحمل مسؤولية إدارة النادي الأهلي فنيا موضوع كبير جدا جدا. كان انطلاقة أمامية ولكن برافو لعبة الأهلي متمركزين كويس، لكن بقينا بنفرد الكرة بسرعة، خلي بالكم خلي بالكم، بقينا بنفقد الكوره بسرعه. سيد معوض، سيد يا سيد، اقوياء يا سيد، خلي بالك خلي بالك، بقول لك اقوياء. رمي التماس، برافو برافو سيد معوض، ثقته في نفسه طبعا كبيره جدا جدا، انجازاته وبطولاته مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي وقبلها مع النادي الاسماعيلي مدياله ثقه كبيره جدا جدا جدا. حماه بالمناسبه هو رمضان السيد، نجم منتخب مصر ولاعب خط وسط النادي الاهلي السابق وفريق مصنع 36، كان رمضان السيد المدير الفني الكبير والقدير حاليا، يبقى حما او والد زوجه سيد معوض نجم النادي الاهلي وظهيره الايسر الكبير. في نص الملعب تاني من جديد، خلاص الشكل بقى واضح من بعد هدف الاهلي بثلاث اربع دقائق ان هم مسيطرين، ان هم ضاغطين، والاهلي عاد للخلف، احيانا مقبوله لكن عايزين الخروج يبقى متقطع. بلاش يا شريف، بلاش يا شريف، وخلينا على المضمون، العب على المضمون. 27 دقيقه حتى الان والنتيجه هي التعادل، هي تقدم النادي الاهلي بهدف لنجمه محمد ابو تريكه من ضربه حره في المقص او في الزاويه اليسرى العليا. رمي التماس لصالح النادي الاهلي، الاهلي لم يخسر الا مره واحده فقط خلال مشواره في تصفيات هذه البطوله، كانت امام هذا الفريق
وفريق أورلاندو خسر مرتين أمام الزمالك 2-1 وأمام ليوبار 1-0. تاني من جديد، الأهلي لم يخسر خارج ملعبه ولا مباراة، وأورلاندو لم يخسر على ملعبه ولا مباراة. أدي محمد نجيب، مهم جدا رغم الصوت العالي اللي موجود في المدرجات، مهم جدا العلاقة ما بين اللاعبين وبعضهم. وشريف إكرامي، خلي بالك يا شريف، خلي بالك، لازم يكون في علامة أو اتفاق أو صوت أو إشارة بأن شريف اللي هيلعب، وهو بيكون رؤيته أفضل وأوقع لأنه رايح شايف المسافات والمساحات والخصوم فين أبعادهم وأماكنهم. ضربة ركنية، يلعب ثلاثة سريعة لكن على طول في نص الملعب، بيحاول عبد الله سعيد، وليد سليمان وسرعته وانطلاقته. يا سلام يا وليد، يا سلام يا وليد، بقول لكم تعلب 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 تعلب، جايب ثلاث أهداف في اليوبار رايح في اليوبار جاي، وفي الزمالك مباراة 4-2. أبو تريكة يعني ما بيتناقش كتير، أبو تريكة دائما صامت دائما صامت، لكن عندما يتكلم 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 بأقدامه ويتحدث بعروضه وبأدائه وبقيمته الكبيرة. وحوار مع جمال حيمودي الحكم الجزائري الكبير. جمال حيمودي أدار كمل بعد اللعبة دي، لعبة خطر جدا. يا سلام يا سيد معوض، يا سلام يا سيد، تغطية جميلة وعمل كأن الأهلي بيلعب بثلاث لاعبين في العمق. يا سلام يا سيد، دي خبرته، دي قدمه الكبيرة. شوف سيد ضم امتى، الله 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 الله، ما وقفش يتفرج، بل وهو بيتفرج اشتغل، وهو بيتفرج اشتغل. في لعيبة بتتفرج بس، وفي لعيبة بتتفرج وبتشتغل في نفس الوقت زي سيد معوض في اللقطة الأخيرة. تاني على طول داينا كلاتي، لاعب سوبر سبورت السابق. ادي الكرة على طول العالية من الركنية، كالعادة جايين بكل خطوطهم. تاني برضو كلاتي، كلاتي العرضية الخطيرة، الحمد لله الحمد لله. خلي بالكو خلي بالكو، ومهم نمنع الكرات العرضية من البداية، الوقاية خير من العلاج يا شباب. جالي ولكن شريف إكرامي في الوقت المناسب، برافو شريف إكرامي، برافو، تويته كويس قوي وثقته في نفسه واضحة انها عالية وكبيرة. الكرة الأمامية برضو ضاعت بسهولة، لازم نبتدي نفكر ازاي نحاول نأخر فقدان الكرة بأي شكل من الأشكال، لازم نفكر في هذا الأمر من جديد. هم ينزلوا لتحت، ينزلوا، الأهلي مش هيروح لهم، اللي عايزني يجيني أنا ما بروحش لحد. كأن أبو تريكة وعبد الظاهر بيقول كده، إحنا حدودنا خط الوسط، خلاص كسبانين 1-0 في هذا الموقف. الأهلي من نص الملعب بيدافع، خطيرة جدا خطيرة جدا خطيرة جدا، الخطير سيجونيلا سيجونيلا سيجونيلا، ويا سلام يا سلام يا سلام، شريف عبد الفضيل وأحمد فتحي ودورهم العظيم. تاني من جديد، أدي أحمد فتحي، شريف عبد الفضيل، تغطية ممتازة، برافو يا شريف. سيد عبد الحفيظ، سيد معوض وشريف عبد الفضيل، تغطية ممتازة. تاني سيد معوض، العقل زينة يا ولد، إلى وليد سليمان، هدوء ثقة من بين الأقدام والقدام، الله عليك يا ولد الله عليك يا ولد. عبد الظاهر، محطة 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 قصيرة، نتمناها محطة طويلة يا عبد الظاهر، نتمناها محطة طويلة يا عبد الظاهر. تاني من جديد، 1-0 للنادي الأهلي، وفريق أورلاندو بدأ يدخل المباراة بجد. بعد 26-27 دقيقة بدأ فريق أورلاندو يدخل المباراة، بدأت كورتهم ومهارتهم وإمكانياتهم تظهر، بدأت خطورتهم تظهر، وعلى النادي الأهلي أن يعي تماما أن هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل نهاية الشوط الأول، التماسك والتركيز واستمرار الرغبة، والهجمات المرتدة يجب أن تكون تفعيلها أفضل مما هو عليه، لازم الأهلي يفعل الهجمات المرتدة شوية. تاني من جديد في نص الملعب، محطوطة بشكل كويس، مها موتسا، مها موتسا، هات وخد، لكن برافو وائل جمعة، تمركز جميل. حسام عاشور، خسارة يا حسام، خسارة يا حسام، دي هدية يا حسام. الناحية العكسية، بقوا 2-1 بقوا 2-1، فين عبد الله السعيد؟ جاي أحمد فتحي، 1-1، يا سلام يا شريف، الله عليك الله عليك. شريف عبد الفضيل يواجه مطلبة جناح الأيسر والظهير المتقدم بشكل ممتاز بشكل ممتاز. المدرب تقريبا بيطلب 2 رؤوس حربة، رؤوس حربة عايز يخلي الأهلي يضم في العمق ويفضل الأجناب عشان يقدر ناس تشتغل، يمكن
يمكن عايز يزود العمق شوية عشان يخلي الأهلي يكش بالعرض ويسيب الأجناب فيشتغل في الكرات العرضية. هذه الضربة الركنية لكن تمركز دفاعي ممتاز من عبدالله السعيد. تاني الكرة الأمامية تاني من جديد، خبرات والجري بالكرة، اللعيبة اللي بتعرف تجري في مساحات، اللعيبة اللي بتعرف تجري في مساحات محتاجينهم دلوقتي. تاني من جديد، برافو وائل جمعة، يا سلام يا وائل، يا سلام يا وائل. تاني من جديد عبدالله السعيد، عايزين اللعيبة اللي بيجري في مساحات. لسه بقول لحضراتكم عايزين نوعية اللعيبة اللي بتجري في المساحات. أحمد عبد الظاهر لاعب ممتاز، بين قوسين ممتاز، ولكن أعتقد إن دومينيك في الظروف اللي زي دي لو سليم ممكن شبههم يعرف يتعامل معاهم، يجري بسرعته ويجري بقوته. لكن برافو يا شباب، متماسكين مسيطرين إن شاء الله على منطقة الجزاء باستمرار. تاني الخطير كلاتي، لاعب صاحب القدم اليسرى الموهوب رقم 7 في نص ملعب إلى ماتلابا رقم 8 الخطير، يتقدم تاني من جديد، تاني عالية فوق، مفيش أوفسايد، خلي بالك. حسام عاشور برافو وبهدوء، لمسة الوحدة. أبو تريكة الكرة بتحبك، راحت لك يا نجم يا كبير. تاني أبو تريكة، الوليد سليمان، الله، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، وليد سليمان يا وليد. ولكن ضربة مرمى، الله الله الله، من وليد سليمان لأبو تريكة ومن أبو تريكة لوليد سليمان، تقدم الثعلب الفنان ولكن خارج القائم الأيمن بسنتيمترات. هو ده المطلوب، هو المطلوب إثباته. من حين لآخر محتاجين هجمة زي دي توقف حماس الجماهير وتخوف بعض اللاعبين وتعيد الفريق الأفريقي للخلف، وكل لعيب في الأهلي يظبط نفسه ونفسه. تاني أمامية إلى وائل جمعة، تحضير، حائط صد كويس، يا سلام يا وائل، يا سلام يا وائل، ساب المان وراح قفل عشان يعمل بلوك. محمد أبو تريكة هو القائد، هو المايسترو، هو اللي بيدير العملية الهجومية، هو السكيمة بتاع النادي الأهلي، هو صاحب القرار، ودي مباريات تحتاج فيها لصاحب القرار وشخصيته الكبيرة. من جديد حسام عاشور لأحمد فتحي، السهل البسيط، يا سلام يا وائل، هو ده المطلوب. وادي على طول عبد الظاهر، عبد الظاهر، عبد الظاهر، اضغط يا ولد، اضغط يا ولد. ولكن الثقة والمهارة والتوقع الجميل عند اللاعب الجنوب أفريقي جاكابا ينقذ الموقف وبمهارة عالية. من جديد رقم 4 كابتن الفريق هابي جيلي، 26 سنة، بقاله 5 سنوات مع فريق أورلاندو بايرتس. تاني على طول جيلي بهدوء إلى جالي، يرجع إلى رقم 24 مهاموتسا، بياخد وقت. واللي خلاهم ياخدوا الوقت ايه هو؟ ليه بياخدوا وقت في التحضير؟ عشان نكمل بعد اللعبه دي. احمد عبد الظاهر دور على ابو تريكه، محتاج وليد سليمان، هو اللي بيحل له المشاكل، هو حلال العقد. تاني من جديد احمد فتحي، يا سلام يا ابو حميد، ارجع مكانك تاني يا ابو حميد، الى حسام عاشور، سيد معوض زاد، سيد معوض عدى، سيد معوض خلاص اتقفل عليه الطريق. وليد سليمان هو ده المطلوب، الله الله، 6-7 باص بالدنيا بالدنيا وما فيها، 6-7 تمريرات في هذا التوقيت، ولكن ضاعت راحت. احذر مكان سيد معوض، خلي بالك يا شريف عبد الفضيل، هذه الهجمات المرتده الخطيره. تقدم اورلاندو 2-4، 3-4، 3-5، 4-5، الاهلي يعود ويغلق الطريق. برافو محمد نجيب، خبره لعيبه الاهلي بتخليهم يعرفوا امتى يعملوا الديلي، امتى ياخروا وامتى يضغطوا. تاني من جديد، تاني من جديد، طويلة أمامية، أحمد عبد الظاهر، صراع فضائي سيبقى مستمر ما بينه وبين المدافعين، خاصة مهاموتسا العملاق. أقصى اليسار للموهوب كلاتي بالقدم اليسرى، حط في مساحة جميلة للمتقدم بشكل خطر جدا ماتلابا، ولكن مضغوط عليه، مضغوط عليه، في أمان، في أمان. أدي ماتلابا، ثم الكرة العرضية من جديد، لكن وائل جمعة عملاق ما شاء الله، هو ومحمد نجيب. الهدف اللي سجله النادي الأهلي يا جماعة ده شيء عظيم جدا جدا جدا، ده شيء لو حد يعرف قيمته، عايز تعرف قيمته ايه، ادخل جوه الملعب واستعد لمباراة العودة وانت تعرف وتعلم ما هي قيمة ان تسجل هدف في نهائي خارج ملعبك. عموما التفاؤل جميل، ولكن الحرص وزيادة التركيز مطلوبين اكتر، لان الترجي التونسي سجل خارج ملعبه ضد النادي الاهلي العام الماضي وتعادل السيد حمدي، وعاد النادي الاهلي وفاز، وبالتالي الاحترام، الاحترام سيبقى مستمر للنهاية. وليد سليمان، أعتقد أن وليد مجهد، أعتقد وليد مجهد نتيجة الضغوط ونتيجة جهد بيعتبر خارق بشدة عالية جدا على مدار 37 دقيقة، غير على الأقل 30 دقيقة إحماء أو تسخين، كل الضغوط النفسية والذهنية والبدنية. ووليد عصفورة، وليد عصفورة
فين العصفورة الله يرحمه كان ناصر محمد علي نجم المقاولين العرب كانت شهرته عصفورة رحمة الله عليه على النجم المصري الكبير ناصر محمد علي. محمد يوسف تعليمات تعليمات بيطلب ان النواحي العكسية يكون فيها تأمين يكون فيها رقابة يكون فيها تغطية. الإشارة بالإيد البعيد دي يعني خلي بالك من الراجل اللي هناك خلي بالك من الناحية العكسية. عودة من تاني لكن برافو ماشيين كويس ماشيين كويس أمام فريق كبير محترم. نعم لم يفز فريق أورلاندو في آخر 5 مباريات لي لم يحقق انتصار وكذلك الأهلي لم يحقق انتصار في آخر 3 مباريات لي. فريق أورلاندو لم يخسر على ملعبه والأهلي لم يخسر خارج ملعبه ولكن عندما تقابل تعادل هنا 0-0 وفاز أورلاندو على الأهلي في مصر 3-0. هي دي الناحية النفسية اللي أعتقد ممكن قبل المباراة تكون عاملة شوية قلق لكن غير كده نادي الأهلي إن شاء الله بخبراته وإمكانياته يقدر يمشي المباراة كما يريد ولكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. لازم يكون إيماننا كبير بهذا الأمر لكن ما علينا غير أن احنا نجتهد نتوكل على الله. تاني تحضير وتصويب إلى ضربة المرمى. خلي بالك عزيزي المشاهد عشان يلجأ مهابوتسا لهذا التصويب فاعرف أن حلولهم قليلة اعرف أن هم استنفذوا كتير من طاقتهم وحلولهم لدخول منطقة الجزاء لأن حل من الحلول هو التصويب في حالة الفشل في الوصول داخل منطقة الجزاء والتسجيل. إذن دي درجة نجاح جديدة تحسب للأهلي نفسيا في المباراة. 39 دقيقة والأهلي يقدم مباراة كبيرة بدأ ضغط من قدام سجل هدف قبل ربع ساعة ما تنتهي من الشوط الأول تراجع احتراما لأحكام كرة القدم لعب بروح عالية وإصرار وكاد أن يسجل وليد سليمان الهدف الثاني. أبو تريكا رايح جاي شريف عبد الفضيل اختيار وفكرة جميلة وعملاقة. نعم جت على رامي ربيعة جت على شهاب جت على تريزيجيه الأيام قدامكم كتير وانتوا لعيبة كبار ولن يستغنى الأهلي ولا مصر عنكم وممكن تكون 2 منكم موجودين في الشوط الثاني في المباراة. حسام عاشور برافو حسام. أبو تريكة تحت ضغط والله أشعر أن أبو تريكة اللعيبة بتاع جنوب أفريقيا بتخاف عليه اللعيبة فرحانين بيه فبيخافوا عليه كناية طبعا عن احترامهم ليه وكناية عن أنه بيعرف يستلمها وبيخلهمش ياخدوها منه فبنزودها حتة مكياج شوي. تاني من جديد التقدم مهموتسا إلى مكلابا أمامه كلاتي هو دول الجبهة اللي بيكتدوا من الجبهة الشمال باستمرار كلم عنها خالد ديبو وخالد ديومي ونبيل معلول مع أحمد فؤاد كلموا عن الجبهة الشمال وخطورتها وده اللي خلى محمد يوسف حاطط عبد الله السعيد بلوك أمام شريف عبد الفضيل اللي جابه حسام البدري من الإسماعيلي ليكون ظهير أيمن في 4-4-2 هذه الكرة العالية فوق هذه شريف عبد الفضيل يا سلام يا شريف تمركز عظيم وتصرف مثالي وإصرار على تقديم أفضل أداء ممكن تاني ضغط وتقدم مهموتسا بدأ يزيد زاده بكل الخطوط خلي بالك يا سلام يا وائل يا جمعة يا عملاق وائل جمعة توقيته مثالي جدا أبو حبيب العظيم تصويبة من جديد ولكن إلى ضربة المرمى حل من الحلول الكبيرة هو التصويب ميني اللي كان سجل في الأهلي هدف من الفوز 3-0 على الأهلي بتصويبة بالتالي لازم البلوك بره منطقة الجزاء لازم البلوك مره منطقة الجزاء اهو ده لازم حد يكون في طريق المرمى في النهاية إلى ضربة المرمى برافو يا شباب عماد النحاس عبقري خط ظهر النادي الأهلي ومنتخب مصر في حوار معاه خلال 48 ساعة اللي فاتوا قال أن النادي الأهلي يجب أن يبحث بشراسة وبرغبة كبيرة عن هدف هناك في جنوب أفريقيا. شفت الفلسفة بتاعت نجم الأهلي السابق إيه عماد النحاس قال لك البحث عن هدف فجاء الهدف ليكون إن شاء الله هو الهدف. بص الحكم بيعمل إيه خطأ من حيمودي خطأ من دفاع النادي الأهلي يحتسبه حيمودي على النادي الأهلي أمام سان داونز في 2001 كانت أول مواجهة للأهلي أمام الفرق الأفريقية في النهائي تعادل الأهلي 1-1 هنا في جنوب أفريقيا كان سجل سيد عبد الحفيظ و 3-0 في مصر كان سجل خالد ديبو هاتريك وأعاد البطولة للأهلي خالد ديبو بعد غياب 14 سنة في ذلك الوقت ضربة ركنية ضربة حرة أحسن
من الضربة الركنية يلعب ثلاثة سريعة، لكن برافو تمركز لعبة النادي الأهلي وتماسكهم ممتاز. والربع ساعة بين الشوطين هتيجي في وقت مناسب، تصويبة من بعيد كنت أتمنى أنها تروح ضربة مرمى بدل ما تروح في إيد الحارس أو تطلع رمي التماس. قدر الله ما شاء فعل. إيميس جالي أقصى اليمين إلى جيلي، سيغوليلا في أماكن ممتازة بيتحركوا، إلى كلاتي في أقصى اليسار، شريف عبد الفضيل والعرضية. يا سلام يا محمد يا نجيب، تمركز ممتاز يا شباب. أبو تريكة أول مرة الكرة ما بتحوش، سبحان الله الكرة دي مش طبيعية، لازم يغيروها. عندنا سبع كرات في الملعب، تاني من جديد عميقة في نص الملعب لأحمد فتحي، عامل قوة عامل نشاط عامل خبرة في نص الملعب النجم الكبير أحمد فتحي اللي أشركه محمود الجوهري رحمة الله عليه، وعمره لم يتخطى 17 سنة كلاعب في منتخب مصر. عندما حضر من بنها إلى النادي الإسماعيلي بمعرفة أبو طالب العسوي، كان حاضرا أحمد فتحي في منتخب مصر مع الراحل محمود الجوهري، وعمره لم يتخطى 17 سنة وكون ثنائي عظيم مع حسني عبد ربه. حضر للنادي الأهلي، احترف في شيفيلد يونايتد، ويعتبر أحد أبرز لاعبي مصر في العشر سنوات الأخيرة. حاولة تاني من جديد أقصى اليمين، ضغط فريق أورلاندو، برافو 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 شريف إكرامي، والحمد لله برافو. وقبلها الحمد لله، لأن أي لمسة الكرة هتجري، خصوصا أن هم حالقين شعرهم، هم حليق الرأس، فالكرة هتجري على طول مش هتعلى فوق. خلي بالك أحمد عبد الظاهر كفاح كبير يا أبو حميد، مباراة كلها قوة، كلها تحمل قوة، كلها قوة مميزة بالسرعة، عناصر اللياقة البدنية كلها هيفرغها لعبة الأهلي في هذا اللقاء، من قوة من سرعة من تحمل من رشاقة من توافق من أناقة. الأهلي يقدم بالفعل مباراة كبيرة وشوط كبير، اقتربنا من نهاية الشوط الأول التاريخي الجديد في سجل مباريات النادي الأهلي في النهائيات الأفريقية. مباراة كبيرة جدا جدا جدا. أدي الضغط على رقم 23 مشيدي سيغوليلا، لاعب بلوم فونتين من قبل، سجل هدفين في الزمالك هذا اللاعب بالمناسبة، رايح جاي، واحد من اللاعبين المهمين جدا هذا اللاعب، مركز في مكان كويس وباستمرار. دكتور كمال وفاكرين الموهوب، صوت المعلق القدير ميمي الشربيني بيرن في ودننا لغاية دلوقتي بدكتور كمال ورفاقه وبارتلت وكل هؤلاء النجوم، ولكن مصر فازت وتفوقت على جنوب أفريقيا باستمرار. حاولة تاني من جديد في نص الملعب، في نص الملعب مهموسة العرضية، العرضية سلام يا محمد يا نجيب، وائل جمعة برافو وائل، على جنب يا وائل، أفضل يا ريت يا ريت على جنب، راحت على جنب، كرات العرضية تاني كلاتي، ربنا يعدي الشوط الأول على خير، ربنا يعدي الشوط الأول على خير والتاني على خير، ومباراة العودة على خير، وتصويبة إن شاء الله عدت والحمد لله على خير، الحمد لله عدت على خير. الأهلي في مرحلة المجموعات بدأ بالتعادل مع الزمالك 1-1، سجل أبو تريكة، ثم خسر من أورلاندو 3-0، ثم فاز خارج ملعبه على اليوبار بهدف وليد سليمان، ثم فاز على ملعبه على اليوبار بهدفي عبد الله السعيد ووليد سليمان، ثم فاز على الزمالك بالأربعة لأبو تريكة وعبد الظاهر وفتحي وسليمان، ثم تعادل مع أورلاندو بدون أهداف، ثم مع القطب الكاميروني ومباراة الإعادة الشهيرة. سبحان الله، يوم سقوط المطر، يوم سقوط المطر في لقاء القطن الكاميروني، ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أمام القطن كان أحلى بداية، وأحمد عبد الظاهر كاد أن يأتي بالنهاية، ولكن ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، جماعية إيجابية، لياقة بدنية، جرأة وشجاعة تحسب لبطل القارة، وفي النهاية حارس المرمى سينزو ميوا ينقذ الموقف باقتدار. معهم داودة حارس منتخب غانا لكنه لا يشارك، حارس احتياطي يعني مع الفريق. أدي أبو تريكة الرقابة عليه، هدف جميل يا نجم، هدف جميل يا نجم، هدف جميل أسعد به كل الناس، هدف بقدم من ذهب بل من الماس. تاني من جديد، وضربة ركنية جديدة للنادي الأهلي يكمل بها إن شاء الله الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليأخذ لاعب الأهلي راحة ثم يعود ليكمل مشواره، يعود ليكمل مشواره. أدي محمد يوسف فرحان، طبعا فرحان،
لكن جد وملتزم ومنضبط. جد وملتزم ومنضبط. جميل أن تكون لاعب للأهلي وتدرب الأهلي وتفوز بأكبر بطولة للأهلي كما فعلها الجوهري، فعلها الدكتور طه اسماعيل الخبير الكبير، واحد أفضل 10 لاعبين في تاريخ النادي الأهلي ومدربه القدير أنور سلامة وتاريخه الكبير حسام البدري والجوهري العظيم، كل هؤلاء لهم بصمة كبيرة. لكن يبقى مانويل جوزيه البرتغالي الأسطورة صاحب 4 بطولات من 7، خطأ والمفروض إنذار يا حيمودي، المفروض إنذار في اللقطة الأخيرة لرقم 15 إمنست جالي، مفروض إنذار أو رايح يعتذر. هم كويسين محترمين ومؤدبين وكرتهم حلوة ونظيفة، كرتهم نظيفة، لكن دي لعبة ما ينفعش ما يكونش فيها إنذار. ده إن ما كانش كارت أحمر يبقى على الأقل إنذار، لكن الحكم جمال حيمودي خلينا نخليه يدير المباراة بخبرته وحنكته بدلا من تطور الموقف لأمور قد لا نقدر عليها. يعني كأنه هم بركان، نأجل ثورة البركان لآخر ربع ساعة. عبد الله سعيد تصويبة لكن بعيدة إلى ضربة المرمى، صفرت نهاية أحداث شوط أول يسجل في تاريخ مسيرة النادي الأهلي لدوري أبطال أفريقيا في النهائي العاشر. شوط أول ينتهي بتقدم بهدف للأسطورة محمد أبو تريكة، أحد أجمل الأهداف التي سجلت هذا العام في هذه البطولة. يتقدم الأهلي على أورلاندو بايرتس 1-0 في ذهاب أبطال أفريقيا، 10 مرة للأهلي في النهائي، ثاني مرة لأورلاندو. تحياتي، ألتقي وإياكم إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني. نعود للزميل أحمد فؤاد ولكن بعد الفاصل. الزميل أحمد فؤاد، شكرا لخالد بيبو، خالد بيومي، نبيل معلول، أهلا بكم وسهلا من جديد أعزائي متابعي قنوات الجزيرة الرياضية. أهلا بكم وشوط ثاني في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس. الأهلي يتقدم في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، سجله محمد أبو تريكة بعد 14 دقيقة من ضربة حرة في واحد من أجمل الأهداف اللي تسجل من كرات ثابتة. قدم النادي الأهلي عرضا كبيرا في الشوط الأول، بدأ باستراتيجية هجومية وفاجأ أصحاب الأرض وجماهيره بهدف مبكر وضغط، ثم عاد الأهلي واحترم أحكام كرة القدم ورغبة أصحاب الأرض وقام بتضييق المساحات ومنع كل الطرق التي تصل إلى مرمى شريف إكرامي، فأنهى شوط أول أكثر من ممتاز وتقدم بهدف مقابل لا شيء. الأهلي يلعب بنفس التشكيل في الشوط الأول، شريف إكرامي، شريف عبد الفضيل، وائل جمعة، محمد نجيب، سيد معوض، حسام عاشور، أحمد فتحي، أبو تريكة، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وأحمد عبد الظاهر. أيضا فريق أورلاندو بنفس التشكيلة بتاعته، هي موجود كلاكي في الشمال وسيجوليلا في اليمين ورأس الحربة باسيلا وميني، 4 لاعبين محور أداء كبير في المنطقة الهجومية. أكيد الشوط الثاني هيبدأوا ضغطين كما هو الحال، جماهير كبيرة تؤازر فريق أورلاندو للبحث عن ثاني بطولة لأبطال أفريقيا على مدار تاريخه، بينما النادي الأهلي بحضرة ودعاء 90 أو 100 مليون، 300 مليون عربي يدعون للنادي الأهلي بأن يكون اللقب إن شاء الله الثامن له من خلال هذه البطولة ليصل إلى المغرب في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الرجاء المغربي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بينما بطل أفريقيا سيلعب مع بطل أسيا، وبطل أسيا بنسبة كبيرة سيكون مدربه مارتشيلو ليبي، هو جوانزو الفريق الصيني الذي يمتلك كونكا ثالث أكثر راتب لاعب في العالم، هو لاعب أرجنتيني يلعب في فريق جوانزو، سيكون مواجها للأهلي في حال فوز الفريقين إن شاء الله ووصولهم إلى المغرب لكأس العالم للأندية. ثم بعد ذلك الفائز من الأهلي وبطل آسيا بمشيئة الله يلعب مع بايرن ميونخ بطل أبطال أوروبا الفريق الألماني الكبير، والفائز يلعب على المباراة النهائية بعد ذلك. إن شاء الله مشوار يتوج بنجاح، ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، أول خطوة كانت حاضرة في توسكر الكيني، تصويبة بالمسافات إلى ضربة المرمى، وهكذا هو الحال، ونأمل ونتمنى أن يستمر
لأن ضغط فريق أورلاندو سيستمر ودفاع النادي الأهلي سيستمر. يبقى للنادي الأهلي التحول من الدفاع للهجوم، شن هجمات مرتدة متقطعة للراحة ولإحراز هدف تاني ولما لا. وإذا لم يسجل هدف النادي الأهلي جديد، فأهلا وسهلا بهذا الهدف فقط مهما كانت الظروف. حاولة تاني في نص الملعب، مانيسا لاعب ارتكاز عنده 25 سنة، أعمارهم كلهم متوسطها من 23 إلى 26 سنة، ودي أعمار بتعتبر ممتازة في كرة القدم من حيث القوة واللياقة البدنية بشكل عام والخبرات واللاعب الجنوب أفريقي لاعب ذكي ومهاري وموهوب. ضربة حرة، حيمودي حكم اللقاء الجزائري اللي أدار 7 مباريات للنادي الأهلي خلال مشواره الأفريقي. الأهلي فاز مع الحكم حيمودي مرتين، كانت على الترجي بالقاهرة 3-0 في 2007، وعلى تشيلسي بطل غانا في 2012 في مرحلة المجموعات بنتيجة 4-1. الأهلي خسر مرة واحدة مع هذا الحكم، يوم خسر أمام أسك في نصف نهائي البطولة في عام 2006، ولكن تأهل الأهلي بعدما خسر 2-1 هناك في أبيجان، تأهل لأنه كان فاز في القاهرة 2-0 ووصل للنهائي وانتصر. الحكم جمال حيمودي 7 لقاءات لي مع النادي الأهلي، الأهلي فاز في 2، تعادل في 4، خسر مرة. سجل الأهلي 12 هدف في مواجهات حيمودي التي أدارها ضد الفرق التي لعب معها، ودخل مرمى الأهلي 7 أهداف خلاف هدف أبو تريكة النهاردة، هو الهدف رقم 13 بحضرة الحكم الجزائري الكبير حيمودي، واحد الحكام الكبار في القارة الأفريقية. تاني على طول أبو تريكة، أدي المساحات، أين السرعات؟ أدي أحمد عبد الظاهر، كفاح كبير، برافو يا أبو حميد، برافو يا أبو حميد. نحل عكسية، شوف أبو تريكة نقل نفسه فين، شوف نقل نفسه فين. كان ممكن أبو تريكة يقرب منهم، لكن هو بعد. ليه بعد؟ عشان يفتح عرض الملعب، عشان يطول عمر وزمن الهجمة. لكن لو قرب منهم هيضغطوا عليهم وياخدوها بسرعة. اضطر بنفسه يعمل انتشار عريض، وكأن لعيب جديد بدأ يزيد، عشان لما كرة تروح له تاخد زمن أطول، مساحة أكبر، يبتدي يشتغل بيها في مساحة فاضية فيستهلك زمن ووقت أكتر. دي الحاجات اللي بتتم من غير كرة لكن مهمة. يا سلام على شريف عبد الفضيل والضغط عليه بذكاء، لسه شريف عبد الفضيل الكرة بتحبه، وقفت معاه امتصاص سبحان الله. تاني هاته خد، شريف عبد الفضيل مدافع حريف، شريف عبد الفضيل مدافع حريف، ستوبر كويس، باك يمين كويس، بالمناسبة من اللعيبة اللي بتصوت كويس قوي لما يكون فورمة والعضلة الرباعية تكون تمام. وائل جمعة نموذج للمواطن المصري المخلص، وائل جمعة نموذج للمواطن المصري المخلص بجيناته التي عرفناها وتابعناها ونحترمها ونقدرها. هو وائل جمعة إمكانياته الفنية لا تتخطى من 40 إلى 50%، لكن إمكانياته الشخصية، قدراته وإصراره وسماته الإرادية تتخطى 200%. أبو تريكة، لا 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 خسارة 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 والله خسارة يا رضوان يا عشيق، رضوان يا عشيق المساعد المغربي. أكيد هي أوفسايد، مش هنراجع ولا هنستنى، لكن شوفوا الفكرة، شوف المهارة، شوف الثقة، شوف هجوم النادي الأهلي، شوف أبو تريكة، شوف المايسترو، شوف السكيمة. أدي أحمد عبد الظاهر، لا مش أوفسايد، مش أوفسايد، هدف تاني صحيح للنادي الأهلي يضع به القدم اليمنى وثلاث أرباع القدم اليسرى في حصد البطولة والكأس، ولكن قرار غير سليم من رضوان عشيق الحكم المساعد المغربي، الحكم المساعد التاني. والله بنقول له معلش، أي حكام في الدنيا بتغلط، حكام الدنيا كلها بتغلط، ولكن هو أخطأ، مع إن اللعبة واضحة، ولكن بتحصل في أكبر البطولات، في أكبر المحافل، وهو عربي شقيق مغربي حبيب، نحترمه نقدره ونعرف تماما أكيد أنه لا يقصد، وأكيد أنه رغما عنه حدث ما حدث، لكن نثق فيه وفي كل حكامنا العرب وباستمرار. مش كده ولا إيه؟ سعيد بالقولة، رمز التحكيم المغربي، حكم عربي وافريقي في نهائي كاس العالم. ادي الكره العرضيه ما بين طبعا البرازيل وفرنسا، فاكرين في 98 توفى سعيد بالقوله رحمه الله عليه. عوده ثاني، بدا فريق اورلاندو يضغط من جديد، بدا ريتمه يبقى اسرع، لعبه خطيره 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 خطيره، الحمد لله الحمد لله، برافو محمد نجيب.
نجيب، ادى الولد كتف قانوني رماه في الارض. برافو محمد نجيب، لعبه خطر جدا جدا، اخطر لعبه في المباراه. راقبوهم، احذروهم، خلي بالكم من تصويباتهم وتقدمهم. في النهايه ضربه ركنيه، في النهاية ضربة ركنية. رغبتهم، سرعتهم، قوتهم، إيمانهم بأنهم قادرين على العودة، سمة من سمات هذا الفريق من خلال قدرات لاعبيه بحماس جماهيري كبير. هذه اللعبة الخطيرة، هذه المرور. بص بص محمد نجيب هيعمل إيه، بص الكتف اللي محمد ده بس. شكرا محمد نجيب، خلاص خلاص خلاص. محمد نجيب إدى كتف كله خبرة، والرجل سقط في الأرض وراحت ضاعت هربت بعيدا عن مرمى شريف إكرامي. خلي بالكم الشوط الثاني بدين بقوة. أفكركم الأهلي سجل هدف، ألغاء حكم اللقاء جمال حيمودي الجزائري بناء على راية رضوان عشيق المساعد المغربي على أنها تسلل ولم تكن تسلل. وائل جمعة مع بسيلة، حكم بيقول لهم أنتوا الاثنين هتبقوا بره. وائل جمعة خبرة من خبرات كرة القدم الكبيرة في القارة الأفريقية، وأفضل مدافع في أفريقيا في القرن الواحد وعشرين حتى الآن. من جديد والتقدم، عودة للخلف، كل النادي الأهلي راجعين لورا. أبو تريكة النجم الكبير هو المصنع اللي بيخرج منه الحلول دائما وأبدا للمواقف الصعبة. عودة تاني من جديد، وبعدين مطلبة في نص الملعب، مانيسا والكابا، عودة أقصى اليسار، ثلاثة لعب خطير. لكن برافو عبد الله السعيد، اجمد يا عبد الله، اجمد يا عبد الله. حلوة الكرة الحلوة، حلوة حلوة. أبو تريكة شو بيهرب فين؟ بص شوف أبو تريكة وذكائه في الأماكن اللي بيروح يقف فيها. أبو تريكة يا جماعة بيهرب بخطوط عرضية وخطوط قطرية تسمح بأن زوايا اللعب تكون مفتوحة، ومسافات تسمح باستهلاك الوقت أقصى اليسار. وبعدين الولد ده هيتعبنا، كلاتيه خلي بالك منه يا شريف. وعبد الله السعيد لازم يقرب من شريف عبد الفضيل شوية، وأحمد فتحي يعمل معاه مثلث من العمق. هو المثلث، عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف عبد الفضيل، مثلث اقصى اليمين للنادي الاهلي لغلق الطريق، بينما سيد معوض ووليد سليمان يجي لهم حسام عاشور. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. والناحيه العكسيه تاني من جديد، احمد فتحي ضربه الراس، يا سلام يا شريف، يا سلام يا شريف، رمي التماس، برافو شريف عبد الفضيل. كلم عنهم خالد بيبو في الاستوديو التحليلي، اخص شريف عبد الفضيل وسيد معوض بقيمته الكبيره وكفاءتهم، لانه يشعر تماما بما يقوم به كل منهما على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على مستوى التغطيه. تحدث نبيل معلول عن جماعيه الاداء والتنظيم الدفاعي، تحدث خالد بيومي عن التبديل، ما يمكن ان يحدث في الشوط الثاني، تحضير وتصويب. يا سلام يا شريف، يا سلام يا شريف. شريف عبد الفضيل تمركز كويس، امان وطمأنينة وثقة. إكرامي واحد من عمالقة النادي الأهلي في حراسة المرمى ومصر، أبو شريف إكرامي كان هو وثابت البطل وشوبير وعصام الحضري وأمير عبد الحميد، كل هؤلاء قادوا النادي الأهلي لحصد البطولات الأفريقية على مدار تاريخه، لأبطال آسيا، للسوبر الأفريقي، لدوري أبطال أفريقيا. نعم الأهلي خسر هنا في أفريقيا، جنوب أفريقيا، ولكن أمام الزمالك الكل يتذكر هدف أيمن منصور في مباراة السوبر. عندما خسر الأهلي أمام الزمالك، كان جوهري هو مدرب الزمالك، كان أيمن منصور هو صاحب الهدف، كان الحارس هو أحمد شوبير. دول المرتين فقط اللي خسر فيهم النادي الأهلي في جنوب أفريقيا، مرة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، ومرة زي ما قلت لحضراتكم عندما خسر مباراته الأخرى أمام سوبر سبورت. يعود فريق أورلاندو، خلي بالك يا وائل، يا سلام يا وائل عظيم، يا وائل يا جمعة يا عظيم، الله عليك، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، أسعدت كل البلد بإصرارك وتمركزك. وعامل التوفيق، لا تنسى عزيز المشاهد أن عامل التوفيق وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى يجب أن يوضع باستمرار في المقام الأول والأخير. فقط اجتهد، اوعى تتكلم عن الحظ، هو ما يتبقى لك بشرطك أن قد تكون قد أديت ما عليك، لأن فريق أورلاندو بيأدي مباراة كبيرة وقد يكون حقه أن يسجل هدف، ولكن اجتهادك ورغبتك أيضا في حماية مرماك تمنع إحراز هدف. سبحانك يا ربي، سبحانك. 450 جرام حتة الجلد اللي قدام حضراتكم، 450 جرام محيرة ومدوخة ومجننة وشد العالم كله أمام شريف إكرامي. تصوير بتاع شريف إكرامي، بسم الله ما شاء الله، أعتقد في القارة الأفريقية أفضل واحد بيشوط إيد ورجل، تكنيك عظيم. تاني على طول أمامية، قافل كويس أوي شريف عبد الفضيل. عبد الله السعيد برضه بيعطل اللعب من قدامه كويس،
وطول ما النتيجة 1-0 طول ما احنا بنقبل هذا الشكل حتى لو خسرانين خلي بالكم 1-0 هنقبل كتير هذا الشكل ودي القيمة الكبيرة والراحة اللي عند اللاعبين تقدم تاني من جديد سيجوليلا سيجوليلا تحضير تصويب تحضير تصويب تحضير تصويب الله عليك يا ولد الله عليك يا شريف الله عليك تسلم ايديك تصويبة ولا أقوى من إنجلس تجاني ولكن شريف إكرامي وحش أفريقيا في القرن 21 ابن وحش أفريقيا في القرن 20 يقدم أداء راقي وعظيم طلع 3-4 خطوات في الوقت المناسب وثبت رجليه الاثنين على الأرض لحظة التصويب عشان يقدر ياخد القرار مع ردة الفعل عمل تراي برشاقة وأناقة ويحرم أورلاندو برسم الاستفاقة ضربة ركنية لصالح فريق أورلاندو الفريق الجنوب أفريقي اللي بيقدم كرة جميلة ومحترمة جدا جدا تاني على طول حسام عاشور خلي بالك يا حسام خلي بالك يا حسام يا سلام يا عبد الظاهر التوقيفه دي لوحدها تساوي كتير يا ولد التوقيفه دي تساوي كتير يا ولد وليد سليمان الثعلب لابو تريكه برضه راح له بالعرض ازاي هيروح لنا على عكسيه ابو تريكه لا 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 صوب يا ولد راجع تاني رجع 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 العرضيه على فوق ناحيه العكسيه شوف الشجاعه شوف الثقه ثقه ابناء النيل ثقه ابناء مصر العظماء مصريتنا وطنيتنا حماها الله 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 الاهلي يدافع ليس فقط عن قلعه الجزيره بل يدافع عن سمعة الكرة العربية والمصرية والأفريقية من خلال هذه البطولة اللي بالنسبة للنادي الأهلي هي دائما البطولة المثالية 1-0 للنادي الأهلي لا يكتفي بالعودة للخلف والأهلي لا يشبع لا يشبع بالواحد صفر بل يبحث تكتيكيا عن الحفاظ عن الهدف بالهجوم وكما حدث مع النمسا دولة النمسا أوستريا أو أوسترايخ في 1934 في كأس العالم في إيطاليا النمسا هي التي عرفت العالم فلسفة أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم وقد كان والأهلي مع محمد يوسف وسيد عبد الله ياخدوا حقهم كتير مننا كنا قاسيين عليهم لما خسروا 3-0 في الجونة ليه لما يبقوا كويسين ما نديهمش حقهم مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا ايه؟ اقصى اليمين جيني قدامه سيكوليلا لاعب خطير جدا جدا سجل هدفين في الزمالك قلت لحضراتكم تمريره عميقه بتحرك مثالي تاني اقصى اليمين هتخش في السرعه والمهاره اللي عندهم لعيبه 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 لكن النادي الاهلي تنظيمه الجماعي واداؤه الفردي تحضير من جديد البحث عن التصويب ده بقوله لا 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 سلسله سلسله عرفنا سلسله كره اليد من ايد لايد سلسلة تسليم المهاجمين من رجل الرجل الرقابة العظيمة دي الأهلي يقدم أداء مثالي فين كانت كل هذه الطاقة أين كانت كل هذا ولكنها تظهر في المحن تظهر في الشدائد هذا هو معدن العربي عموما المصري خصوصا الأهلاوي على وجه الخصوص بص شوف أبو تريكة كرة بتحبه والله ما ربي طلعت رمي التماس أبو تريكة يصول ويجول سجل لنا أجمل جول ارفعوا الأعلام ودقوا الطبول فأبو تريكة سجل أغلى جول إن شاء الله يكون سند كبير في المباراة النهائية بمشيئة الله في استاد المقاولون العرب اشتاق النادي الأهلي واشتاق نشوف النادي الاهلي في القاهره وحشتنا القاهره واحنا عايشين فيها القاهره حبيبتنا القاهره اللي مننا ومنهم تعدي وتمر وتفوت الناحيه العكسيه وبعدين فين سيد معوض حد يجي بسرعه يا شباب حد يجي بسرعه يا شباب قرب برافو وليد سليمان برافو وليد سليمان تعود للخلف قوه سرعه وهم خلي بالكم بيعملوا ماتش كبير ده مغلوبين وما شاء الله متحكمين ومهاراتهم صحيه ومركزين مع بعض يعني لا تخضوا ولا تراجعوا ولا تخنقوا ولا جمهورهم شتمهم لا 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 كرة قدم رياضة هي مكسب وخسارة لكن عليك أن تقدم أفضل ما يمكن أن تقدمه للنهاية هي دي الفلسفة وهي دي العقلية اللي عايزين نتعامل بيها خسرت مصر بالستة من غانا أوكي نحزن لكن مش لدرجة إن إحنا نقتل أنفسنا ونقتل شبابنا ونقتل مدربينا ونقتل سمعتنا سنقف مع منتخب مصر قلبا وقالبا إن شاء الله ومع المدرب الأمريكي برادلي سنقف معه لأن هو اللي أسعدنا مع ضياء السيد ومع زكي عبد الفتاح ومع جهاز الفني بالكامل اتحاد كرة القدم في الظروف الصعبة سنقف جميعا معه إذا نجح مبروك لنا كلنا إذا فشل فكلنا فشلنا لأننا جميعا نتحمل المسؤولية هكذا الرياضة هكذا الحياة يجب أن تكون حيمودي
والغاء هدف لنادي الاهلي في الشوط الثاني كان ممكن يعمل فرق كبير جدا جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فقط اذكر من لم يتابع المباراه من بدايتها ان الاهلي سجل في الشوط الاول، وان هدف في الشوط الثاني سجله عبد الظاهر بتمريره ابو تريكه تم الغاء بتاع التسلل ولم يكن متسلل. مين قال ان الحضور الجماهير ده 25000؟ دول 45 و65000 حاضرين في المدرجات. سعر التذكره 10 دولار للدرجه الثالثه حوالي 70 جنيه مصري، و200 دولار للمقصوره الرئيسيه حوالي 1400 جنيه مصري. شريف عبد الفضيل حوار مع جيلي، خلي بالك يا شريف كل واحد فيكم لابس رقم 4 وانتم الاثنين بتلعبوا في جبهه واحده، انت يمين هو يمين لمنتخب لفريق اورلاندو وانت يمين لمنتخب مصر. شوف هم واقفين طابور ازاي، انا مش عايز لعيبه النادي الاهلي يقفوا معاهم طابور ويرجعوا معاهم، لان هم هيرجعوا بوشهم، الاهلي هيرجع بظهره او وش لعيبه الاهلي هيكون للمرمى. سيب 4 يقفوا هنا وانتم توزعوا في المنطقه، فقط ركز واغلق الطريق، والا ممكن تعمل ضربه جزاء بدون ما تقصد. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم في مساحات فاضيه كبيره على الست ياردات البعيده، احذروهم راقبوهم احذروهم راقبوهم. يا سلام يا شريف يا عظيم، يا سلام، ملحمه كرويه مصريه او جنوب افريقيه، ملحمه مصريه تماما ليست اهلاويه فقط، مصر كلها تقف مع النادي الاهلي ولما لا، فهو ممثل لكره القدم المصريه بل العربيه. لو يعرف المشاهد العزيز كم حجم الرسائل والمكالمات التي وصلت لي شخصيا من عرب اسيا في الخليج، كل الخليج كل يتمنى فوز النادي الاهلي وانتصاره، كل حزن لخساره مصر ويامل التعويض ولما لا. انطلاقه ثانيه على طول، بدات المساحات ولا ايه؟ لا قافلين 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 قافلين. وليد سليمان ثاني اقصى اليمين، وبعدين خلي بالك جيلي 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 ارضيه، ووائل جمعه يقلش اخيرا اخيرا اخيرا، اول مره يقلش وائل جمعه بعد 65 دقيقه. ربنا يديك الصحه يا نجم، ربنا يديك الصحة يا نجم. كلنا فاكرين عيد ميلاد بيبو محمود الخطيب 30 أكتوبر، لازم نفتكر عيد ميلاد وائل جمعة 3 أغسطس. هيخرج أحمد عبد الظاهر وهينزل دومينيك، طلبناها من الشوط الأول، سبحان الله بعد ربع ساعة أنا تحديدا طلبتها في المباراة، بعد ربع ساعة فقط. ليس تقليلا من أحمد عبد الظاهر، ده مهاجم عظيم ولاعب نادي إنبي السابق وسجل هدف صحيح تم إلغائه، أحمد أيوب بيحييه، لكن دومينيك اللي نازل قدامكم ينزل يجري ويتعب ويجهد ويوجد ليك حل باستمرار في الأمام. ضربة ركنية لأورلاندو بطل جنوب أفريقيا، عالية فوق، أبو تريكة لعب اللعبة الأولى، عماد متعب موجود لكن الظروف أعتقد في هذه الظروف الصعبة صعب يتواجد بشكل يعني مؤثر. أدي دومينيك أهو أهو أهو، بس رمي التماس، شكرا شكرا دومينيك. هو نازل، بص يا جماعة اللون الأسود كله راجع لورا، الأسود أقصد قطعا القميص، لأن هم البشرة السمراء حبايبنا وإخواتنا ومانديلا، مانديلا طبعا وما فعله وما قدمه من أجل نبذ العنصرية، ولكن اقصد اللون الغامق لفريق اورلاندو واللون الاحمر يطلع لفوق، ده اللي عمله دومينيك برميه التماس اللي جابها. اللعيبه تستريح تظبط، هم يقلقوا استهلاك الوقت وهكذا. هابي جيلي الظهير الايمن الى المزعج سيجو ليلا، لكن سيد عبد الحفيظ سيد معوض ما شاء الله عليه. ادي محمد نجيب واحد على واحد مع ميني الخطير، جاله سيد معوض اثنين على واحد، انا وابن عمي على الغريب، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، هذا ما تم. تاني 3 على 3، مثلث جميل. محمد يوسف النهارده بيقدم لنا اداء في تنظيم، في جبهات، تاني تحضير قد يكون تصويب، تاني الضغط، ضغطين مسيطرين، كره العرضيه طالع جليل باك اليمين، خلي بالك يا عبد الله يا سعيد، تاني العميقه عندهم حلول كتير، لا 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 لا، خاف من الاوفسايد. الحمد لله الحمد لله، دقائق صعبه وعصيبه، لأنت لا تعلم عزيزي المشاهد ماذا يعني أن تفوز خارج أبك في نهاية أفريقيا ذهاب وإياب، يعني الكثير والكثير والكثير. 1-0 للنادي الأهلي. تاني في نص الملعب عبد الله السعيد بيقطع بباص للمايسترو أبو تريكا، وش الرجل الخارجي، لكن تمركز كويس أوي 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 من رقم 8 مكلابا، بيلعب في كل مكان مكلابا حارس المرمى ميويا. تاني على طول سيد معوض، يا سلام يا سيد، يعود شاب في 24، عمره 34 سنة، سيد معوض النهاردة صغر 10 سنوات. حكم المساعد الأول عبد الحق أتشالي، الحكم الجزائري المساعد، النهاردة الحكم الرابع هو محمد بن نوزة،
أيضا الحكم الجزائري الكبير. تحدثت عن سعيد بن قولة رحمة الله عليه، أول حكم عربي أفريقي يدير نهائي كأس العالم 98، وبالتالي لابد أن نتحدث عن رموز التحكيم المصري. فكان حاضرا دائما وأبدا علي أنديل بتاريخه الكبير، يوسف محمد أيضا، كابتن صبحي نصير، نجوم كبار مصطفى كامل محمود، حسن عبد الحق، كتير كتير من حكامنا، عصام عبد الفتاح، عصام عبد الفتاح الحكم الدولي المصري، عضو مجلس اتحاد المصري لكرة القدم، اللي كشف عن فكرة رشوة في تصفية كأس العالم 2006، وراح بلغ عنها الاتحاد الأفريقي، ورفض المواطن عصام عبد الفتاح عقيد جيش طيار، عقيد قوات مسلحة، عقيد طيار، رفض الرشوة بأكثر من $50,000 وأبلغ الاتحاد الأفريقي وكشف اللعبة ورفع رأس مصر كما هي العادة عليا في النزاهة والنظافة، ودافع عن سمعة التحكيم العربي الأفريقي تحديدا المصري. هذا هو عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم والحكم الدولي السابق. لكن يبقى جمال الغندور، هو رمز للتحكيم العربي والأفريقي والمصري، ما فيش كلام. حول تاني من جديد، أقصى اليمين إلى آي تشيلي، أقصى اليمين للخطير سيجوليلا يدخل، لكن عندهم حلول، لكن النادي الأهلي بيغلق معظم الحلول، الأهلي يغلق معظم الحلول. أقصى اليسار من تاني، هرب الطول ضاعت، راحت إلى رمية التماس، إلى رمية التماس، لعب الطويلة، اللعبة الأخيرة على شكابا، لعب قلب خط الظهر، بيغيروا أماكنهم باستمرار الحياة، بيغيروا أماكنهم باستمرار. شريف عبد الفضيل، 29 سنة، شريف عبد الفضيل مدافع منتخب مصر، مدافع النادي الأهلي، والظهير الأيمن اللي دافع بيه النهاردة محمد يوسف الحقيقة، ليستفيد بقوة وطاقة وخبرة ولياقة وأناقة وشياكة أحمد فتحي في خط الوسط. ليس تقليل من شهاب زي ما قلت لحضراتكم، ولا تريزيجيه ولا ربيعة، ولكن دي مباريات الخبرات، دي مباريات الأصحاب الخبرات. تاني من جديد في نص الملعب، أحمد فؤاد في الاستوديو اتكلم مع ضيوفنا الكرام، قال لهم دي مباريات تكسب ولا تلعب. كيف تكسب بغض النظر عن كيف تلعب؟ أتفق معاه تمام أبو حميد، لأن دي ماتشات الخبرة، خبرة في إنك تسجل، خبرة في إنك تدافع، الخبرة في إنك تستهلك الوقت، تستهلك الوقت. محمد يوسف بيبص في ساعته، بقول له باقي لك 20 دقيقة. محمد يوسف برشلونة 92، كان حاضر في الأولمبياد ضد جوارديولا ولويس إنريكي مع محمود سعد مدربه ومصطفى عبده نجوم الزمالك والأهلي، كان حارس مرمى الكبير نادر السيد، كان مع هيثم فاروق، مع حمزة الجمل، مع محمد صلاح أبو جريشة، مع هادي خشبة، كل دول كانوا حاضرين في الأولمبياد في عام 92. محمد يوسف الذي لعب في كل مراكز كرة القدم كمهاجم، كلاعب وسط، كظهير، احترف في تركيا، عاد إلى مصر من بوابة إنبي، عمل في مجال التدريب، وإنبي مزرعة من مزارع كرة القدم، ومدربين من أحسن المدربين اللي موجودين في مصر موجودين في نادي إنبي، مع كل التقدير لكل مدربي مصر وكلهم أصدقاء وزملاء أعزاء، لكن أقصد أنه نادي عرف أن يبني ويصنع لنفسه مكان ومكانة في زمن قصير. تاني من جديد، وليد سليمان، حسام عاشور، سيد معوض، وليد سليمان، سيد معوض، ضغط من جيلي، فين الإنذار يا حيمودي؟ فين الإنذار؟ يكتفي فقط بالقرارات الفنية ولا قرارات إدارية، ولا قرارات إدارية. الزمالك مع الجيش والإسماعيلي مع وادي دجلة، نصف نهائي كأس مصر على الهامش محليا، جونة والأقصر تستضيف المباريات وبدون جمهور كالعادة. كاميرا تركيز كبير جدا جدا على روجير ديسا. رود كرول كان مدرب لهذا الفريق من 2008 ل 2011، مدرب مواليد 1 أكتوبر سنة 64، درب فريق ويتس يونيفرسي من سنة 2007 لسنة 2012. النادي الأهلي والهدف الثاني، وليد سليمان، ولكن معلش على اليمين يا وليد، على اليمين يا وليد، باليمين بالشمال وليد، آخر جمال بالشمال باليمين، يا ما كان عنده الخبر اليقين. وليد سليمان واحد من المواهب الجميلة اللي كانت مدفونة، جوهرة كانت مدفونة، وما أكثر الجواهر المدفونة في مصر، تم
تم الكشف عنها في الجونة وانتقل إلى السويس إلى بتروجيت من خلال جماهير السويس. جماهير نادي السويس هي اللي اكتشفته وجابته من الجونة إلى بتروجيت مع حمادة المصري مدير الفريق في ذلك الوقت، وقدم عروضا عظيمة فانتقل إلى إنبي ومنه من الأهلي، ولقى استحسان وتقدير الجميع وأصبح واحد من أمهر لاعبي كرة القدم المصرية. وليد سليمان، أدي عبد الله السعيد رايح جاي، الضغط عليه في اللعبة الأخيرة بقوة من جالي، ولكن جاء الإنقاذ وضربة حرة لصالح فريق أورلاندو، لصالح أورلاندو. جالي قلب خط الظهر وبيغير مكانه باستمرار، 24 مهموتسا مرة ستوبر ومرة باك يمين لما يطلع جيلي في التغطية. أبو تريكا النجم الكبير مشواره مع نادي الترسانة كان مشوار عظيم، لكن مشوار الحقيقة كله لؤلؤ وكله ألماز مع النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا أو عالميا أو عالميا. أبو تريكا شوف إن شاء الله هو وزملائه وأحبائه في المغرب في كأس العالم للأندية. عودة من جديد، سيد معوض، سيد يا سيد، سيد يا سيد، عاد كسيد لشبابه وحيويته وقيمته. سيد معوض تشتيت في الأمام، يا سلام على دومينيك، روح لها يا ولد، روح لها يا ولد، فين التوافق يا ولد؟ دومينيك 24 سنة الموريتاني دومينيك، لكن شوف من لحظة ما نزل دومينيك ابتدينا نتوجد زمن أكتر في نص ملعب أورلاندو، قد يكون ما لمسهاش لكن عمل إزعاج، تحضير وتصويب. شكرا شكرا لياندا باسيلا، شكرا. 30 سنة هذا المهاجم المخضرم عندما يصوب من هذه المسافة، فاعلم عزيز المشاهد أنه فقد وافتقد كل الحلول عشان يسجل جول، فقرر التصويب من مسافات إلى ضربة المرمى. إن شاء الله يجي الزمن نشوف استاد القاهرة بهذا الشكل. استاد القاهرة وحشنا يا شباب، وحشنا وحشنا وحشنا. آه والله مصر وحشتنا، مصر نفسها وحشتنا. مش قالك المايك مبلتع المذيع الكويتي، قالك أم الدنيا، قالك الدنيا تبحث عن أمها، الدنيا تبحث عن أمها. إن شاء الله نلاقيها، بعد ما لقينا نصها محتاجين إن شاء الله نلاقي النص التاني حتى تكتمل الفرحة بمشيئة الله. عودة تاني من جديد، أدي اللمسة الواحدة تحط في مكان كويس. نادي الأهلي الحقيقة خروج القدام ده بيبقى شيء جميل مع احترامه من ناحية العدد والتنظيم والجدية في الخلف. تذكر عزيز المشاهد هذه المصطلحات الثلاثة، من ناحية العدد التنظيم الإجادة والاجتهاد، مش مجرد عدد وخلاص، مش مجرد تنظيم وخلاص، مش مجرد اجتهاد وخلاص، لازم الثلاثة يلتصقوا في بعض، عدد تنظيم إجادة. أقصى اليسار إشكابا، عادش كابا رقم 2 27 سنة لاعب فريق فري ستارز السابق، أمامية إلى ماتلابا، لكن برافو لعيبة النادي الأهلي بيقدموا لنا عرض كبير ومحترم، عرض على كل عناصر كرة القدم. اللياقة البدنية بسم الله ما شاء الله، اللياقة الذهنية التركيز عالي جدا، اللياقة النفسية السمات الإرادية والإصرار عاليين جدا، إذن كل العناصر حاضرة. اللياقة الفنية التحركات والمهارات لازالت حاضرة بشكل ممتاز. جينا في ربع ساعة خطيرة خطيرة خطيرة، يجب التركيز معاها بشكل كويس في المرحلة القادمة. ماكولا بينزل بدلا من ميني، ده لعيب خطير ميني اللي أمام حضراتكم، كان سجل هدف في الأهلي في مباراة المجموعات لما فازوا على الأهلي 3-0، واللي نزل دلوقتي هو تيرنيكا ماكولا، لعيب عنده 27 سنة بقاله سنتين مع الفريق، هو لاعب فريق فري ستارز السابق لمدة 3 سنوات. لم تصل جنوب أفريقيا إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، كانوا يتمنون أن يكونون حاضرون هناك في البرازيل بعدما كانت جنوب أفريقيا مستضيفة لكأس العالم جنوب أفريقيا 2010. عودة من تاني سيد معوض. أبو تريكا بالمناسبة النهاردة بسم الله ما شاء الله جاري، عامل معدل جري مع نهاية المباراة أبو تريكا يتخطى 11 كيلو،
أبو تريكة يتخطى 11 كيلو. متوسط جري لعيبة النادي الأهلي النهاردة هيتخطى 105 كيلو لكل الفريق ككل، هيتخطى 105 كيلو. يا سلام على وائل جمعة، يا وائل عظيم. أبو تريكة لوليد سليمان بيثق فيه ثقة عمياء. كرة العرضية وليد دلوقتي هيقف ويأجل. الله عليك الله عليك، لأن كان في مساحة قدام دومينيك، لكن هو لقى إن اللعيب غطى عليه راح راجع. حسام عاشور، الله الله على الثقة، الله على الانتشار، الله على التقدم بهدف يدي كل الحلول. يا جماله على اللعبة الكبيرة الهادية البسيطة. أبو تريكة وعبد الله السعيد ووليد سليمان وشريف عبد الفضيل، حسام عاشور والجمعة ومحمد نجيب، سيد معوض وأحمد فتحي، عبد الظاهر ومن بعد دومينيك، كلهم نجوم وخلفهم الوحش القارة، وحش قارة أفريقيا الجديد شريف إكرامي. يوفق إن شاء الله في المرحلة القادمة سواء مع الأهلي أو مع منتخبنا الوطني. تاني من جديد، تاني من جديد، سيجو ليلا، سيجو ليلا إلى جالي، ولكن الأهلي عامل حائط صد ممتاز، بلوك عظيم. أحمد فتحي، يا سلام يا أبو حميد، برافو محمد يوسف، برافو محمد يوسف على اختياراته، برافو محمد يوسف على تجهيزه، برافو سيد عبد الحفيظ وهادي خشبة وفريق العمل على تجهيز النادي الأهلي بهذا الشكل. دومينيك 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 دومينيك، وضربة حرة في الهوا ده دومينيك. هو المطلوب إثباته، هو بس هو، هو بإمكانياته، هو بقدراته، هو بانطلاقاته يتحصل على خطأ من موقع مميز. هي دي المواقف اللي انت بتحتاج فيها نوعية لاعبين بقدرات خاصة. ادي السرعة، ادي القوة، ادي التعود على انه ينطلق لقدام. اصل الكلام ده ما بيتشريش ولا بيتزرع داخل اللاعب قبل المباراة. انت بتختار لعيب عنده كواليتي متنوع، قوة، سرعة، مهارة بيستلم تحت ضغط، مهارة بيعمل بنتريشن. من اللعيبة اللي بتجري بالكرة كويس فين؟ علاء ميهوب من أحسن اللعيبة في تاريخ النادي الأهلي في مصر اللي كانوا بيجروا ويخترقوا بالكرة. علاء ميهوب ومختار مختار الأسطورة الجميل. محمد عبد الجليل كان من نجوم، كان من الزمالك، كان أيمن يونس، جمال عبد الحليم نجم نادي الترسانة من اللعيبة اللي كانت بتجري كويس قوي، طارق سليمان نجم النادي المصري، محمد فكر الصغير ويا نجم الدراويش، نجم الإسماعيلي العظيم، هشام عبد الرسول اللي حرمته الحادثة والإصابة من أن يكون حاضرا في إيطاليا 90 مع الجوهري. كان هشام عبد الرسول ابن الصعيد وابن المنيا، واحد من أفضل اللاعبين في مصر اللي بيخترقوا وبيجروا وبيعملوا بنتريشن. دي قدرات خاصة، وهم دول أغلى لعيبة الكرة في العالم مع رؤوس الحربة الهدافين. ضربة حرة لصالح النادي الأهلي، أبو تريكة، ولكن إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. حبيتك يا أخي، حبيتك وبحبك وهحبك على طول. يا عظمة أول جول، رامي ربيعة بيحضره محمد يوسف، هيزود نص الملعب أكتر ويخليهم ثلاثة. هل هيخرج عبد الله السعيد ولا يخرج وليد سليمان عشان ما يتعورش ويتعب في المباراة اللي جاية، ويلعب أبو تريكة وعبد الله السعيد وقدامهم دومينيك مثلا؟ أدي الضربة الركنية العالية فوق، ودومينيك من بين الجميع إلى ضربة المرمى. رامي ربيعة، رامي ربيعة، شوف هينزل مكان مين؟ كان محمد أبو تريكة، رامي ربيعة بدل من أبو تريكة. سبحان الله، يمكن أنا حسيت إن أبو تريكة جري وبذل طاقة غير عادية. قلت لكم هيجري النهاردة مش أقل من 11 كيلو. الله عليك، مش بقول لك حبيتك وبحبك وهحبك على طول. يا روعة ويا عظمة أغلى جول سجل النجم الكبير، هدف عظيم. وسيد عبد الحفيظ من سجل تاريخيا هدفين في فرق جنوب أفريقيا، مدير الكرة الحالي وظهير أيمن وجناح أيمن ولاعب منتخب مصر والأهلي والمشرف حاليا كمدير للفريق ومشرف على كرة القدم في النادي الأهلي، يقبل أبو تريكة الذي قدم عرضا عظيما على كل الأصعدة، بدنيا فنيا مهريا نفسيا، قل عنه ما شئت، والله بنحبه بدون مكياج. أبو تريكة بنحبه بدون مكياج. أبو تريكة مش بتاع الأهلي، أبو تريكة مش بتاع مصر، أبو تريكة بتاعنا كلنا كعرب، بتاعنا كلنا كعرب. عندما نتحدث عن رابح ماجر، عندما نتحدث عن طارق دياب، أساطير أساطير كرة القدم الحاضرين، عندما تتحدث عن بدو زاكي أو تيمومي، نجوم كبار في تاريخ كرة القدم العربية، لا يمتلكون ولا يتملكهم فقط أنديتهم ولا دولهم، بل هم ملك العرب أجمع. نعم نعم، عد الضغط القوي. بص دومينيك عامل إيه، هو بقى عارف لهم، بقى هو عارف لهم. بسم الله ما شاء الله، يحط رجله ما فيش مشاكل، الرجل يقع على الأرض ياخد له دقيقتين ما فيش مشاكل.
ما فيش مشاكل. عودة للخلف، عودة للخلف، نزل ليكو جاتي، تبديل تم دلوقتي بالمناسبة، اللاعب رقم 14، المدرب غير تغيير ما شفناهوش على الشاشة. نزل اللاعب ليكو جاتي، لعيب عنده 37 سنة، اللعيب اللي نزل دلوقتي يا جماعة عنده 37 سنة، منزل عنصر خبرة. نعرف يمكن يكون فاروق جعفر في آخر أيامه ينزل عشان يفكر في ضربة جزاء مع عظمة رؤى وقيمة رؤى ملك النص، لكن قيمته خبراته وإمكانياته. خلي بالكم، راقبوه، تابعوه، احذروه. أحمد فتحي يقدم أجمل ما يمكن أن يقدم تاني من جديد. رامي ربيعة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تقدم الخلف الأمام. أدي رامي ربيعة أحد الحبوب المنشطة المصرح تداولها، ينزل على طول في نص الملعب، كان قد رمى به حسام البدري مع النادي الأهلي كظهير أيمن، كستوبر، كلاعب خط وسط، وقدم فترة عظيمة. يكمل المشوار بشكل جميل محمد يوسف، سواء لي أو لتريزيجيه أو للرشاب، كل هذه المجموعة تفريخ من قطاع الناشئين للنادي الأهلي. أيضا العامر بالمواهب والنجوم الكبار ليبقى أساتذة هناك، أحمد ماهر ومشواره الكبير، بدري رجب وما فعله بدري رجب نجم النادي الأهلي في قطاع مدرسة الكرة من قبل مع كورفر ووهبة، وجيل عظيم في ذلك الوقت، قدموا الكثير لمصر والنادي الأهلي من نجوم كبار على مستوى البراعم والناشئين، فأصبحوا كبار ويصعدوا بالأهلي دائما إلى منصة الانتصار والكبار. وائل جمعة من المحلة للنادي الأهلي، ولكن سطر أجمل تاريخ للاعب مدافع في تاريخ مصر. يبقى فقط الوصول إلى كأس العالم، لأن ما قدمه هاني رمزي، لم يلعب في مصر كثيرا، لكن مشواره في كرة القدم الألمانية والمشاركة في كأس العالم، ربيع ياسين وما قدمه، علي شحاتة وما قدمه، كل إبراهيم يوسف الغزال رحمة الله عليك يا غزال، كل هؤلاء النجوم قدموا الكثير والكثير لكرة القدم المصرية. حمد الصدقي ومحمد عمر، أسياجي وحسن حمدي، سعيد عبد الجواد، جيل جيل، أجيال وراء أجيال قدمت الكثير، بوبو رحمة الله عليه النجم السكندري، لكن وائل جمعة يقفز من بين الجميع ليكون الأفضل في تاريخ مصر في هذا الموقع الكبير والحساس. الثواني الأخيرة قد نقترب منها، خلاص أمامنا إن شاء الله 5-6 دقائق نهاية الشوط الثاني والمباراة، والفريق الجنوب أفريقي لا يكل ولا يمل. وائل جمعة موقف واحد على واحد، احذروا الهجمات والكرات العرضية، احترموا كل الدقائق، احترموا كل لعبة. عودة تاني من جديد، قد يصوب، يصوب، لكن بعيدة 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 إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. شكرا يا شباب. مصر مع غانا، الجزائر مع بوركينا فاسو، تونس مع الكاميرون، نيجيريا مع إثيوبيا، كوت ديفوار مع السنغال، والأردن ستلعب مع أوروغواي. بالمناسبة مصر ستلعب مع زامبيا وديا، والأردن ستلعب مع زامبيا وديا الأربعاء القادم هنا في الدوحة. حسام حسن وإبراهيم وطارق السعيد وعماد المندوه مع أشقائهم نجوم الجهاز الفني والإداري للنشامة، قادرين بمشيئة الله على صنع حدث كبير لكرة آسيا، لكرة العرب، للنشامة، للأردن، لأن موقف الأردن بعد وفاة الكابتن محمود الجوهري شيء يشرف الجميع، وما فعلوا وقدموا المسؤولين في الحكومة الأردنية عن وقفة عظيمة مع مدرب كبير عظيم بحجم الكابتن محمود الجوهري وما قدموا للكرة الأردنية. رامي ربيعة بقوته وشبابه وحيويته، إصابة في الظهر عطلته فترة، لكن عاد الحمد لله سليم. رامي ربيعة، برافو النهاردة محمد نجيب ووائل جمعة، أعتقد أفضل إعداد إن شاء الله للمباراة النهائية، ثم بعد ذلك معنويات وروح عالية جدا جدا قبل موقعة غانا، قبل موقعة غانا. يا سلام على الوان سري اللي بيتعمل، يا سلام يا سلام يا وليد يا وليد، لعيب زي الحديد، ثعلب ثعلب كرة القدم المصرية، الثعلب فات فات، عنده كتير من المهارات. وليد سليمان يقدم، بل الأهلي كله يقدم مباراة كبيرة، حرام نخص لاعب لوحده بأداء كبير. عمل المجموعة، ده عمل مجموعة، دومينيك دومينيك دومينيك، عد يا ولد عد يا ولد، ولكن خسارة طلعت إلى رمية التماس، طلعت إلى رمية التماس. شكرا أحمد عبد الظاهر على ما قدمه، شكرا للأسطورة أبو تريكة على العرض الفني وعلى الهدف اللي سجله وعلى الهدف اللي صنعه، وتسجله ما تحسبش، لأن ده نفسيا مهم جدا، كأنك كسبان 2-0 بالفعل. أقصى اليمين جيلي، هابي جيلي الظهير الأيمن، لعبة خطيرة جدا، يا سلام يا شريف يا عبد الفضيل، امتياز امتياز مع مرتبة الشرف، برافو يا ولد برافو يا ولد. سيد معوض، فين فين فين، من مصطفى يونس،
من مصطفى يونس أسطورة دفاع النادي الأهلي والليبرو العظيم، واستلام أول كأس في تاريخ كرة القدم المصرية للنادي الأهلي، مرورا بكل هؤلاء النجوم في انتظار وائل جمعة للبطولة رقم 10. للبطولة رقم 10 عام 82 على كوتوكو، الفوز 3-0 بهدفي بيبو وعلاء ميهوب، ثم التعادل 1-1 بهدف بيبو، وحمل مصطفى يونس الكأس في ذلك الوقت لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، ثم الفوز على الهلال السوداني في عام 87، ثم الفوز على الجنوب أفريقي سان داونز بثلاثية خالد بيبو في 2001، ثم الفوز على النجم الساحلي في 2005 بثلاثية كبيرة مع جوزيه، ثم الفوز على الصفاقسي في 2006 مع جوزيه، ثم الفوز على القطن الكاميروني 2008 مع جوزيه، ثم الفوز على الترجي 2012 مع حسام البدري. قولوا يا رب في 2013 انتصار يكون على أورلاندو مع محمد يوسف، لتبقى الانتصارات حاضرة باستمرار، لتبقى الانتصارات حاضرة باستمرار. عودة من جديد، عودة من جديد، كابتن حسن حمدي يعيش أجمل عصر في تاريخ النادي الأهلي، ويعيش معه النادي الأهلي أجمل عصر في تاريخه. يا سلام يا شريف يا إكرامي، تمركز، ثقة، قوة، امتطاط كامل للجسم، ثم بعد ذلك هدوء في الامتصاص، ثم بعد ذلك استخدام الست ثواني وهو الحق الشرعي، ثم بعد ذلك كرة طويلة إلى ضربة المرمى لاستهلاك الوقت. نموذج لو عايز تفكر فيه مش هيجي بالشكل ده، بيقول له دومينيك روح وراها، كمل وراها، ما توقفش عليها وخلاص، أنا عاملها لك عشان تجري وراها، مش عاملها لك عشان أحطها لك في جسمك. وكأن شريف إكرامي بيقول له كده. عودة تاني من جديد، عودة تاني من جديد. بالمناسبة هي دي القيمة الحقيقية لكرة القدم المصرية، ما يقدمه النادي الأهلي العام الماضي أمام الترجي، مفيش دوري، تدريبات بحساب، مفيش جماهير، الأمور الاقتصادية وراحة اللاعبين قليلة، ومع ذلك هذه الطاقة وهذه الرغبة وهذا الإحساس الكبير بالمسؤولية، هي الجينات المصرية التي دائما وأبدا ما تصعد وتتقدم وتطفو بنا إلى السطح، لنبقى دائما في المقدمة بمشيئة الله وقدرة الله ومعونة الله ودعاء كل الأصدقاء والأحباء والجيران. جيناتنا تسمح بأن نكون دائما في المقدمة، فقط تصفية النفوس، تصفية النفوس. قولوا يا رب، قولوا يا رب. نلعب خلاص في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني والمباراة، والأهلي متقدم 1-0، ونجح التنبؤات عماد النحاس ليبرو النادي الأهلي العظيم معايا أنا شخصيا قبل المباراة 48 ساعة، قال الهدف، نبحث عن الهدف، الأهلي سيبحث عن هدف، وقد كان وما تقدم وتحدث به عماد النحاس الليبرو التاريخي أيضا للأهلي في المرحلة الأخيرة. تاني من جديد، ضغطين مسيطرين، أجمل ما فيهم أخلاقهم يا جماعة، أخلاقهم جميلة، أخلاقهم ممتازة، بلد 45 مليون نسمة، بلد اللي تقدم من خلالها جنوب أفريقيا لاستضافة كأس العالم لأول مرة في القارة الأفريقية، البلد اللي فازت بكأس العالم للرجبي مرتين، عام 95 على نيوزيلندا بنتيجة 15-2، وعام 2007 على إنجلترا بنتيجة 15-6، بلد الرجبي وكرة القدم، إذن بلد الذهب والماس، سجل من خلالها أبو تريكة هدف كله الماس وماس. عبد الله السعيد بيخرج وينزل أحمد شديد، أحمد شديد ليه؟ عشان يلعب قدام سيد معوض، أو هو يرجع ورا وسيد معوض يلعب قدام، وكنت أنا أفضل إن سيد معوض يفضل في مكانه وهو اللي يلعب قدام، لأن سيد معوض خلاص خد إحساس الباك الشمال المتأخر في التغطية والضغط. رامي ربيعة وأحمد شديد إناوي ودومينيك، ثلاث تبديلات النادي الأهلي، حط في نص ملعب تاني على طول، تاني على طول، هاتوا خد، حاولوا سيطروا من البداية لكن مش قادرين يخترقوا. ادي الباص الامامي، شوف الزحمة اللي رايحين عليها، لعيبة النادي الاهلي بتوجه الهجمات كويس، جزء من الدفاع مهم جدا اسمه توجيه الهجمات، علمنا الاستاذ محمود السايس، والله هو اللي علمنا قلب دي كرة القدم، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. محمود السايس نجم الاهلي كلاعب، مدرب الاهلي وبطل افريقيا والدوري، علمنا اساسيات واسس كرة القدم وعلم التدريب، مدرب النادي الاهلي الكبير والقدير، ومدربنا قطعا في بلدنا الجميلة والحبيبة السويس. الجمهور الجنوب أفريقي لم يرحل، لم يترك المدرجات، بقي حتى النهاية، لأن الموضوع رياضة وكرة قدم، مكسب وخسارة، نعم يتمنى الانتصار ولكنه سيبقى للمساندة للنهاية. زعلان المدرب الحقيقة روجير ديسا الجنوب أفريقي من قرار حكم اللقاء،
جمال حيمودي، ولما يشوف الإعادة مش هيزعل، ده لو يطول جمال حيمودي هياخده بالحضن ويبوسه، لأن لغى هدف للنادي الأهلي على إنه تسلل ولم يكن تسلل. بص وليد سليمان الراجل بيتعمل في إيه، وليد سليمان وسيد عبد الحفيظ وضغط موجود، لكن خلي بالكم بيلعبوا بقوة بدون إزاء. خلي بالك كلمة بدون إزاء دي مهمة جدا، لأن هم لعيبة كبار وأخلاقتهم جميلة. عموما هو موسم السرقة في جنوب أفريقيا، حذروا بعثة مصر وجماهيرها من موسم السرقة على اعتبار خلاص الكريسماس قرب، فالكل عايز يقبض له قرشين يجيب هدية لحبيبه أو حبيبته أو صديقه أو صديقته، فاحذروا موسم السرقة. ولكن النادي الأهلي يقوم بسرقة مشروعة، هي السرقة المشروعة بأقدام أشرف حرامي، بأقدام أشرف لص كرة قدم قد يكون في التاريخ. هو النجم الكبير أبو تريكة، هو اللص الشريف، هو سرقة المشروعة يقدمها النادي الأهلي هناك في جنوب أفريقيا في توقيت رائع ومثالي، ليقدم النادي الأهلي فرحة وابتسامة تكتمل إن شاء الله في النهائي في مصر في ملعب المقاولون العرب. النادي الأهلي بعت مهندس صيانة لملعب المقاولين لتحضيره. خلي بالكم السنوات الثواني الأخيرة يا شباب، شريف إكرامي وهدف التعادل في اللحظات الأخيرة لصالح الفريق الأورلاندو الجنوب أفريقي، ليصر كل فريق لا يخسر أورلاندو على ملعبه ولا ينهزم الأهلي خارج ملعبه. التعادل 1-1. ولكن عزيز المشاهد تذكر لا تحزن ولا تغضب، 1-1 نتيجة جميلة. خلي بالكم احنا كنا سعداء ب1-0 طبعا، لكن 1-1 دي نتيجة جميلة، بل نتيجة عظيمة. لان على ملعبك بتتعادل 0-0 خلاص، بتكسب بأي نتيجة خلاص انت بتاخد البطولة، مش كده ولا ايه؟ وتاريخيا الاهلي حصد 7 بطولات، ولا مرة الاهلي اتغلب في بطولاته السبعة في المباريات النهائية، يتعادل ويفوز. تعادل مع الترجي في آخر بطولة ثم فاز، تعادل من قبل مع الصفاقسي ثم فاز، تعادل مع الهلال ثم فاز، الآن يتعادل وإن شاء الله يفوز في مباراة العودة في استاد المقاولون العرب في 10 نوفمبر الحالي. اتلعبت صعبة من بين الأقدام، شريف نزل من مكانه، كانت عايزة خطوة واحدة بس، ولكن هي صعبة. قدم مباراة كبيرة، انتهى الشوط الثاني والمباراة، وفي اللحظات الأخيرة لا تحزن عزيزي لاعب النادي الأهلي، ولا صديقي ومحب النادي الأهلي، ولا جمهور النادي الأهلي، لا تحزن. قدم النادي الأهلي مباراة كبيرة، مباراة بطولية. التعادل 1-1 نتيجة إيجابية، لكن يعني بعد ما تكون كسبان ويجي التعادل عشان كده بقى في شيء من الحزن والقلق، لكن لا 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 لا، ارفع رأسك يا أخي، أنت مصري عموما، أنت أهلاوي خصوصا، هي بطولتك المفضلة. الموعد سيكون في المقاولون العرب في القاهرة بحضرة الجماهير بتأمين كبير في 10 نوفمبر القادم. تقدم أبو تريكة وتعادل أورلاندو في النهاية. تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، بعد لقاء بطولي وكبير قدم نجوم مصر والنادي الأهلي ملحمة كروية عظيمة، ولكن أصحاب الأرض أورلاندو بيراتس الفريق الجنوب الأفريقي المحترم نجح في تحقيق التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة. مبروك للأهلي الأداء والنتيجة، نبارك إن شاء الله على النهائي وحمل اللقب والتواجد في المغرب الشقيق في كأس العالم للأندية بمشيئة الله في الشهر القادم. تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، التقي وياكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.